السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الأهلي الليلة. طبعا مع حضراتكم النهاردة قبل سفر النادي الأهلي بكرة إن شاء الله إلى غينيا، والاستعداد لمباراة حرية الغيني يوم الجمعة القادم. أكيد طبعا أخبار كثيرة جدا هتكون موجودة معنا خاصة بالنادي الأهلي، وكمان هيكون موجود معنا أحمد كيوانا مراسلنا من نادي الأهلي بالجزيرة، وكمان عشان نتكلم معاه على آخر الأخبار الخاصة بتدريبات الفريق الأول قبل سفر الفريق بكرة إن شاء الله، بعد ما يضربوا تدريب صباحي بعدها يتوجهوا مباشرة إلى مطار القاهرة علشان يسافروا إلى غينيا بطائرة خاصة. واستعدادات النادي الأهلي في أولى لقاءاته خارج ملعبه إن شاء الله في أنه يعني يفوز بالمباراة ويبدأ رحلة فوزه بلقب الأميرة الأفريقية، بطولة المحببة لدى جماهير النادي الأهلي. طبعا يعني كل البطولات هي محببة لجمهور النادي الأهلي، لكن بطولة أفريقيا غالية عند الجمهور، كمان بتفتح باب اللعب في كأس العالم للأندية. طبعا نادي الأهلي أكيد أي بطولة بيكون موجود فيها دايما هو المرشح رقم واحد على لقب البطولة. يعني بعد التدريب اللي أقيم اليوم في ملعب مختار التتش بالجزيرة، تم إعلان قائمة النادي الأهلي اللي هتسافر إلى غينيا، 23 لاعب. يعني هقول لحضراتكم سريعا قائمة الفريق: حراسة المرمى محمد الشناوي، شريف إكرامي وعادي لطفي، أما في خط الدفاع أحمد فتحي ومحمد هاني، محمد نجيب، سعد سمير، سليف كوليبالي، أيمن أشرف، صبري رحيل، علي معلول. خط الوسط: حسام عاشور، هشام محمد، وليد سليمان، أحمد حمدي، مؤمن زكريا، وإسلام محارب، وكريم ندفد، ناصر ماهر، وأكرم توفيق، وأحمد حمودي. أما في خط الهجوم: وليد أزارو وصلاح محسن. طبعا يعني أكيد قائمة كل لاعب فيها مهم، كل لاعب فيها عليه دور كبير جدا. إن شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الأهلي، ونتمنى النادي الأهلي إن شاء الله يعمل نتيجة إيجابية علشان يرجع القاهرة يعني عليه الحمل أخف إن شاء الله. دايما زي ما احنا متعودين النادي الأهلي ماتشاته بره زي جوه بيقدم أحسن مستوى موجود، بيقدم أداء قوي جدا. شفنا مباراة الترجي، شفنا مباراة أكتر من مباراة تاونشيب رولرز. أكيد طبعا النادي الأهلي لما بيبقى موجود في أي مكان بيعمل 100% من كل لاعب موجود، وكل مجهود بيضاعف من قبل اللاعبين، عشان طبعا احنا عارفين النادي الأهلي نادي كبير جدا، وبالتالي اللعيبة عليها مسؤولية في المباراة القادمة. كمان روح المعنوية مرتفعة جدا داخل معسكر الفريق، اللعيبة راجعة من فوز مع منتخب مصر مع النايجر 6 أهداف مقابل لا شيء، وده طبعا يعني شارك عدد كبير من لاعبي النادي الاهلي مش بس في المباراه، كمان في قائمه المنتخب وكمان في احراز الاهداف، فان شاء الله يكون عامل ايجابي جدا، ومصر تفوز على النايجر والاهلي كمان يفوز على حريه الغينيا، وبالتالي الاول والاخر هو شعب مصر كله بيفرح بعد فوز اكيد فرق من الفرق المصريه اللي متواجده في بطوله افريقيا، لكن ان شاء الله ان شاء الله الاهلي يرجع بنتيجة إيجابية. طبعا التدريب كان عصر اليوم، تدريب أكيد شارك فيه لعيبة النادي الأهلي، لكن بعض أكيد مستر باتريس كارتيرون كان مزود الحمل البدني النهاردة شوية. خلاص يعني النهاردة يوم الاثنين، ثلاث أيام بتفصل النادي الأهلي عن مباراته القادمة. كمان موضوع الطيران هيخدم النادي الأهلي جامد جدا، النادي الأهلي هيسافر بطائرة خاصة، ودي هتوفر على النادي الأهلي مجهود في الترانزيت ومجهود في عدد ساعات الانتظار، وبالتالي انتهت فرصة الطائرة الخاصة مستر باتريس كارتيرون. وكان كل التدريبات كان فيها النهاردة كان فيها قوة بدنية، كمان اعتمد على جزء خاص بالتكتيك وجزء خاص بالكرات العرضية. زي ما احنا عارفين مستر كارتيرون بيكون عنده رؤية، بيحاول ان هو على قد ما يقدر ان هو يحفظ اللعيبة كل الجمل التكتيكية اللي بيحتاجوها في المباريات سواء في افريقيا او في الدوري. طبعا استراتيجيه لعب الاهلي في افريقيا اكيد مختلفه عن مبارياته بالدوري، كمان اللقاءات اللي خارج ملعب النادي الاهلي اكيد مختلفه تماما عن اللقاءات اللي بتكون على ملعب النادي الاهلي في القاهره. طبعا يعني كمان صلاح محسن وايمن اشرف ونصر ماهر
كانوا اتدربوا تدريبات خفيفة طبعا، كان في بعض الإجهاد اللي موجود عندهم، واكتفى مستر كارتيرون بالتدريب الخفيف علشان الحمل. كده كده السفر بيعمل حمل على لاعبي كرة القدم، لكن السفر مباشرة إلى غينيا وعدم وجود ترانزيت والنزول والطلوع طبعا بيكون حمل أقل من السفر على مرتين، لكن إن شاء الله النادي الأهلي يوصل بالسلامة والنادي الأهلي يقدر إن هو يعود بنتيجة إيجابية. طبعا النادي الأهلي أكيد بطل مجموعته 13 نقطة، بيصعد كأول المجموعة، وبالتالي النادي الأهلي زي ما قلت لحضراتكم عينه على الصدارة دايما. طبعا التدريب زي ما قلت لحضراتكم كان فيه فقرة بدنية قوية جدا، وبكرة إن شاء الله يكون فيه تدريب صباحي، بعدها إن شاء الله النادي الأهلي هيتوجه مباشرة إلى مطار القاهرة وهيسافر وهيتوجه إلى غينيا. القائمة اللي احنا شايفينها طبعا أو قلتها لحضراتكم من شوية أكيد طبعا قائمة يعني بتكلم على النادي الأهلي مسافر بالكل يعني كل اللعيبة إن شاء الله لتكون موجودة، 23 لاعب هيكون موجود منهم 18 لاعب يوم المباراة، لكن كل اللعيبة اللي موجودة أكيد كلنا يعني واثقين فيهم جدا وعندنا أمل فيهم كبير جدا إن هم يرجعوا بنتيجة إيجابية في أولى المباريات في الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا. زي ما قلت لحضراتكم مستر كارتيرون قسم التمرين لجزئين، جزء بدني كان فيه جزء بدني قوي جدا، كمان الجزء الثاني كان فيه بعض الكرات الثابتة والكرات العرضية اللي هيعتمد عليها إن شاء الله فريق النادي الأهلي في المباراة القادمة. شفنا في الفترة الأخيرة إن النادي الأهلي فعلا معظم أهدافه اللي بتكون موجودة في المباريات بتكون من خلال كرات عرضية، بتكون من خلال كرات ثابتة. شفنا صديف كوليبالي المميز جدا جدا والأكيد أحد الصفقات الناجحة جدا للنادي الأهلي، راجل جه من أول يوم كان متواجد تأقلم تجانس كل شيء ممكن تقولوه صديف كوليبالي حققه مع النادي الأهلي، أحرز أهداف وأهداف مؤثرة سواء مع فريق تاونشيب رولرز أو ضد فريق تاونشيب رولرز أو مع كامبالا سيتي في المباراة الأخيرة. كمان يعني وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي شارك في نيران الفريق اللي أقيم النهاردة، وكان اللاعب كان اشتكى قبل كده من عنده ورم في أنقل القدم لكن خضع لفحوصات طبية، وطبعا ده قبل انطلاق نيران الفريق، وبالتالي لاعب انتظم فيه التدريبات وهيكون إن شاء الله موجود مع النادي الأهلي في سفروا إلى فريق إلى غينيا لملاقات فريق حورية الغينيا. طبعا يعني ميدو جابر ومروان محسن ما كانوش موجودين في التدريبات، اتمرنوا في الجيم. ميدو جابر طبعا عنده إصابة في العضلة الخلفية، ومروان محسن إصابة في العضلة الضمة، ومش هيكونوا متواجدين في سفر النادي الأهلي إلى غينيا إن شاء الله. لكن كل اللعيبة زي ما أنا بقول لحضراتكم اللعيبة كلها اللي موجودة هتكون على قدر المسؤولية. النادي الأهلي دايما يعني أي اسم بيكون موجود بيكون عارف يعني إيه قيمة تيشرت النادي الأهلي، بيكون عارف المسؤولية اللي عليه، بيكون عارف حاجات كتيرة جدا. هو طبعا يعني الموضوع أكيد مش سهل، لكن يعني قبل ما اتكلم واروح معاكم في تفاصيل اكتر هنروح سريعا الى الزميل العزيز احمد كيوان علشان نتكلم معاه عن اخر الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي وسفره واستعداده الى غينيا ان شاء الله بكره بعد التدريبات، كمان معاه سياده المستشار محمود فهمي علشان نتكلم معاهم اكتر وكل الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي. كيوان برحب بيك في الاهلي الليله. مرحب بيك يا زميل عزيز عمر ربيع ياسين، دايما منور باطلاله جميله جدا، بكون سعيد ان انا معاك. يعني قول لي اخر الاخبار الخاصه بتدريبات النادي الاهلي. النادي الاهلي خلاص خلص تدريباته وبيستعد الى سفره بكره ان شاء الله، ايه اخر الاخبار والكواليس اللي كانت موجوده في تدريبات النهارده؟
اكيد عاوز ابدا معاك من الكواليس طبعا وكل الاخبار الخاصه، لكن تسمح لي عمر هروح لنقطه كانت جزئيه هتكلم معاك فيها. يساعدني طبعا معايا المستشار محمود فهمي، طبعا مستشار قانون النادي الاهلي، وفي تفاصيل كتيره جدا خاصه باللائحه عاوزين نتكلم معاه، وهرجع لك لجزئيه اخر الاخبار. هبدا معاك معالي المستشار، برحب بيك طبعا على شاشه النادي الاهلي. اهلا وسهلا كريم حبيب. طبعا النهارده كان في جلسه النهارده من مجلس الاداره من حضراتكم، ليه خلاص عاوزين ننتهي من قصه اللائحه ونحط البنود النهائيه للشكل النهائي للائحه الاستراتيجيه الخاصه بالنادي الاهلي، طمنا. هو احنا طبعا لجنه صياغه واللجنه المركزيه، مجلس الاداره ما زال مجتمع، اجتمعنا في اول النهار النهارده الساعه 11 الصبح او 11 ونص مع كابتن خطيب ومع الاستاذ عمرو فاروق وبعض الساده اعضاء مجلس الاداره، واللجنه اللي هي لجنه اللي انا بشارك فيها يعني اللي هي لجنه اعداد الصياغه واعداد اللائحه، تقريبا انجزنا اقدر اقول لسيادتك يعني ثلاث ارباع النصوص، واتفقنا النهارده دلوقتي يمكن بخمس دقائق على ان احنا هنستأنف ثاني يوم الاربعاء بعد بكره باذن الله الساعه 2 الظهر، ونخلصها بعد بكره الساعه 2 الظهر من 2 يعني نستمر. يعني احنا النهارده اشتغلنا من 11 ونص هو دلوقتي اظن الساعه 7 او حاجه زي كده. اروح معاك لبعض النقاط. طبعا كان في ملاحظات كتيره على بعض البنود، كان في اقتراحات كبيره، كان شايف ان في ورش عمل كبيره جدا قدمها النادي الاهلي بشكل ديمقراطي. طبعا الدنيا اتلمت وخلاص صيغت بشكل مطلوب. جالنا حوالي 4000 او 3800 اقتراح وتعديل من الساده الاعضاء، زائد ما اثير في الندوات الثلاثه، الندوه الاصليه في المركز الرئيسي هنا المقر الرئيسي، زائد مدينه نصر، زائد الشيخ زايد. جمعنا هذه او في مش انا يعني جمعنا في ورش عمل شغاله في هذا الموضوع، جمعت وصنفت هذه المواد اللي لقينا عليها حوالي 70% اعتراض او اقتراح بالتعديل او الحذف او الاضافه، دي كانت محل هي اللي محل اعاده النظر يعني. انما في مواد ما جاش عليها اعتراض كتير يعني، واخبر سيادتك احنا جمعنا هذا الكلام، واللجنه الاولمبيه برضو الساده الزملاء في اللجنه الاولمبيه امبارح قعدوا ويانا وليهم ملحوظات على مشروع اللائحه، برضو دي تناولناها ملحوظه ملحوظه عشان نشوف يعني وجهات نظر مختلفه، ما فيش باس يعني، ويشكروا على هذا الجهد اللي هو بوزل من ناحيتهم تعقيب على اللائحه يعني او على مشروع اللائحه. وصنفنا المواد اللي هي محل اعتراض او اقتراح بالتعديل ها او التفسير او الاضافه من الساده الاعضاء اعضاء الجمعيه يعني. ابرز النقاط اللي اثيرت اللي هي العضويات، انواع العضويات المختلفه، والعضو التابع هو مين، والعضو الاصلي هو مين، والى اخر عضويات الفروع الى اخر هذا الكلام. العضويات خدت وقت طويل في المناقشة وفي إعادة الصياغة. في إعادة الصياغة أنا معايا خمس زملاء من مختصين بالصياغة من أعلى المستويات يعني، مش عشان هم زملاء ولا حاجة يعني، إنما هم ناس أفاضل، وإذا كنت تحب أقول لك أسمائهم. المستشار مجدي العجاتي كان وزير الشؤون القانونية ووزير شؤون مجلس النواب، وكان رئيس قسم التشريع مجلس الدولة ونائب رئيس مجلس الدولة. المستشار احمد حسان رئيس المحكمه الاداريه العليا بمجلس الدوله سابقا برضو، وعضو قسم التشريع في مجلس الدوله. المستشار منصف نجيب سليمان برضو نائب رئيس مجلس الدوله وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان. المستشار يا سيدي مين كمان، اسامه انديل رئيس استئناف القاهره. فهذول الساده اللي ويانا من المتخصصين في الصياغه يعني، الاحكام موضوعيه طبعا بتصار من جانب الساده الاعضاء، من جانب اللجنه الاولمبيه، من جانب اي جهه تهتم او طلعت على مشروع اللائحه. اكيد انت طمنتنا على اللائحه، لكن عاوز اروح معاك لزاويه ثانيه اسمح لي. يمكن الناس ما بتشوفش ده من زمان في النادي الاهلي، انك النهارده تشوف ديمقراطيه شامله من كل اللجان الفنيه داخل النادي، كذلك من كل الاعضاء، انك تطرح الموضوع بشكل ديمقراطي عشان تحط دستورك بنفسك بايدك. لمست الموضوع ده بالنسبه لي؟ طبعا انا بعتبر مش عشان انا يعني متحيز للنادي الاهلي او بقالي مده طويله في النادي الاهلي، انما ده وضع او يعني سابقه غير مسبوقه في الناحيه دي، من ناحيه ان انا بعمل
مشروع لائحة أو تسميه ستة سيادتك يعني دستور، ما هوش دستور دولة ولا حاجة، إنما دستور داخلي يعني أو لائحة داخلية للنادي الأهلي، ثم تلاقي تدع يعني أنت بتعمل دعوة للسادة الأعضاء، تلاقي هذا الكم الهائل من الأعضاء والاهتمام ها والقراءة المتأنية والعميقة والاقتراحات اللي بتيجي تفيد إن الناس دي قرت ومهتمة إن اللائحة تطلع على أحسن مستوى. فدي يعني بعتقد إن دي سابقة ديمقراطية عظيمة جدا في النادي الأهلي، ومش عشان حاجة، مش عشان بقول يعني النادي الأهلي يمكن يعني ليه الريادة في هذا يعني. لكن عاوز اروح معاك ليه اخر نقطه معاك يوم الاربعاء ان شاء الله في جلسه تانية من اجل خلاص نخرج اللائحه بشكلها النهائي. يوم الاربعاء باذن واحد احد باذن الله، يعني على اخر نهار يوم الاربعاء بالليل كده زي دلوقتي هتبقى ان شاء الله اللائحه مصاغه صياغه نهائيه، بحيث انها تطبع في نسخه اخيره، لان انت عارف طبعا الجمعيه العموميه عشان اللي هتوضع في يوم 28 يجب يوضع كل الاوراق والى اخره والمستندات واللائحه بالذات بصفه نهائيه قبل الجمعيه بثمان ايام او تسعة ايام. فان شاء الله بكل خير باذن الله. شاكرين فضلك. انا اسف ان انا عطلتك. لا شاكرين فضلك، متشكرين جدا. المستشار اكيد حديث مهم على المستشار محمود فهمي، اكيد دور مهم ليه، هو راجل بصراحه كان موجود لحظه بلحظه مع الساده كل اعضاء مجلس الاداره وكذلك الجمعيه العموميه من اجل اظهار دستور جديد للنادي الاهلي. عمر كنت سالتني على النواحي الرياضيه. يعني اكيد كوان يعني عايز اتكلم معاك على اخر اخبار النادي الاهلي. ابدا معاك يمكن بالمصابين، نعرف اخر اخبار مروان محسن وميدو جابر ما كانوش موجودين مع الفريق، خدوا تدريبات خاصه بالجيم، حابب اطمن عليهم من خلالك. اكيد ابدا معاك من ميدو جابر. ميدو جابر بالنسبه له الموضوع هيبدا الجري مع الفريق او يعني ان شاء الله بعد 48 ساعه من دلوقتي ممكن يقدر ينزل بشكل جماعي في التدريبات الجزئيه او العنيفه او البدنيه. اما بالنسبه لمروان محسن فهو عنده شد في العضله الاماميه من الدرجه الثانيه، هتبعده عن الملاعب لمده 3 اسابيع. طبعا كان في جزء خاص اليوم بمستر كارتيرون كان اعتمد فيه على اتقان الكرات العرضيه وايضا على الكرات الثابته، كان في جزء اول خاص بحمل بدني. طبعا يعني هل الامور يعني مشيت على ما يرام، كل شيء كان ماشي كويس، وهل كان في روح يعني كان في حماس في التدريبات؟ عارفين اهلي بكره هيسافر ان شاء الله بعد مرانو الصبح، وكمان يا كوان موضوع السفر بطائره خاصه مباشره الى غينيا اكيد طبعا مريح اللاعبين ومريح الجهاز نفسيا. أكيد هذا معاك من أول نقطة عمر، يمكن كان فعلا تمرين بدني قوي جدا من النادي الأهلي من أجل التركيز وحس اللاعبين. مستر باتريس كارترون من شخصيته يمكن فرض شخصيته بشكل مباشر من أول لحظة مع النادي الأهلي، سمات البطولة واضحة جدا في تفكيره وخطته، كانت واضحة النهاردة في بداية التمرين، كان اجتمع بكل اللاعبين في بداية التمرين واتكلم معاهم وحسهم على دورهم المهم إن هم إسعاد جماهير النادي الأهلي المتعطشة لهذه النجمة التي غابت في الموسم الماضي. لكن هروح معاك لمسألة البعثة إن شاء الله هتكون متواجدة في الساعة 6 صباحا في مطار القاهرة، الطيارة هتطير إلى غينيا في تمام الساعة 8 صباحا، هيكون في ترانزيت عمر في المغرب عشان حسب الوقود، أنت بالنسبة لك المسافة هتكون 8 ساعات، ممكن الطيارة تنزل ترانزيت ساعة أو ساعة ونص في المغرب عشان الوقود. يمكن الأستاذ سمير عدلي عامل مجهود غير عادي مع الجالية، موفر كل حاجة من انتقالات وكذلك من إقامة، تواصلت معاه لمعرفة بعض التفاصيل، يمكن كل الأمور هتكون واضحة جدا أول ما يدخل النادي الأهلي غينيا. بالنسبة للناقلة اللي هتنقل النادي الأهلي إلى مقر إقامته كذلك المكان الفندق هيبقى قريب جدا من الملعب، كل الأمور بالنسبة للنادي الأهلي هتكون بشكل مناسب. أما بالنسبة لرئاسة البعثة هيكون الوزير الأسبق العمري فاروق. يعني كيوان عايز أسألك برضو على وليد سليمان، كان اشتكى امبارح من يعني ورم في أنكل رجليه، لكنه النهارده كان موجود في التدريبات وهيسافر إن شاء الله مع الفريق. هل وليد سليمان إن شاء الله حالته الصحية ويعني بنتكلم خصوصا في أنكل الرجل إن هو يعني جاهز تماما إن هو يشارك في لقاء يوم الجمعة إن شاء الله، ولا لسه في بعض الآلام اللي موجودة في أنكل الرجل؟
انت عشان لعيب كوره فبتتكلم في الامور والتفاصيل دي. فعلا وليد سليمان كان بيشتكي من كعب وانكل رجله في تمرين الامس، لكن هو اتمرن بشكل سليم النهارده، كان طمنا عليه، حتى اتكلمنا مع الدكتور، يعني اتكلمنا على التفاصيل بالذات مع وليد سليمان، واحد من اللعيبه المميزين جدا والبارزين جدا في النادي الاهلي الفتره الاخيره وليد سليم، ويمكن كمان الفتره اللي هيسافر فيها النادي الاهلي لسه المباراه عليها 4 ايام، اعتقد هيكون في برضه راحه وهيكون في اداء وتمرين منظم لوليد سليمان عشان يقدر يشارك المباراه بشكل اساسي. وجود كابتن محمود الخطيب في التدريب الاخير قبل سفر النادي الاهلي الى غينيا اكيد طبعا يعني ادى روح معنويه كبيره جدا للعيبه، واكيد طبعا حماس في التدريبات. كابتن الخطيب دايما وشه حلو، كان موجود في مباراه الترجي الكساف، الرئيس بعث النادي الاهلي فاز بالمباراه، اكيد وجوده كان مهم جدا النهارده في التدريبات يا كوان. بصراحة صورة متعودنا عليها من النادي الأهلي، كابتن محمود الخطيب برغم كم يعني الاجتماعات والضغط بخصوص اللائحة واجتماعات مجلس الإدارة والأمور اللي بتمر بها النادي الأهلي، من يعني عاوزين خلاص المشهد بتاع اللائحة ينتهي، لكن إنه هو حرص إنه يكون موجود على النهاردة مع اللعيبة ويتابع التدريب من بدايته. يمكن كانت مبادرة مش جديدة على الكابتن خطيب، كابتن خطيب لاعب كورة عنده حس كبير جدا باللعيبة، رسالة مهمة، رسالة نفسية ومعنوية كبيرة جدا للعيبة، واكيد اثرت في شخصيه كل لاعب ولاعب وانت عارف يا عمر، وانت لعبت في النادي الاهلي وعارف ان اي لاعب في النادي الاهلي قدروا انه يكون بطل، ما لازم يكون شخصيته وسماته وقدراته وامكانياته جواه، عارف كويس جدا ان النادي الاهلي لازم يكون بطل، ما بيقبلش غير بالبطوله. يمكن برضو عايز اطمنك على بعض اللاعبين واديك فيهم تقرير، يمكن السوليه طبعا هيكمل البرنامج المائي بتاعه واخد 3 حقن بلازمه ربنا يا رب يشفيه وان شاء الله يرجع الى الملعب، طبعا جاي وحشنا ونفسنا نشوفه بس لسه هو مطول شويه معانا. يمكن رامي ربيعه لما يرجع الفريق من غينيا هيشارك في التمرين الجماعي، اما بالنسبه لباسم علي فكان استبعاده اليوم من القائمه واستبعاد فني لانه طبعا كان جاهزيته يمكن ما كانتش بنسبه كبيره جدا، كان جاهز. اما بالنسبه لميدو جابر زي ما قلت لك هيبدا يجري حوالين الملعب بعد 48 ساعه. مروان محسن ذكرت لك برضو اصابته وبراجع معاك تاني ان هو عنده شد في العضله الاماميه من الدرجه الثانيه وهيبتعد عن الملاعب ل3 اسابيع. كيوان بشكرك شكرا جزيلا، يعني اتكلمت معايا في كل حاجه وفتنا باخر الاخبار اللي كانت موجوده في تدريبات النادي الاهلي واستعداده قبل سفره الى غينيا ان شاء الله. كيوان بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا. لسه مكملين مع حضراتكم اخر الاخبار اللي موجوده، ويعني قبل ما نروح لخبر مهم جدا خاص بمحمد صلاح، يعني سمعنا من كيوان وجود الكابتن محمود الخطيب اكيد طبعا كان يعني حاجه مهمه جدا ومش حاجه جديده على النادي الاهلي، كمان اللعيبه اللي غايبه طبعا اسامي تقيله جدا، لكن زي ما قلنا ان قدر اي حد بيلعب في النادي الاهلي ان هو يكون بطل، ان هو يكون رقم واحد، فدايما المسؤوليه بتكون على الجميع، ما حدش بيتحمل المسؤوليه لوحده، جهاز فني، لعيبه، مجلس اداره، كله بيكون على قدر المسؤوليه. فيعني تخيلوا حضراتكم عمرو السوليه واجاييه ورامي ربيعه ومروان محسن وميدو جابر وباسم علي، اكيد يعني 6 لعيبه تقال جدا جدا جدا، اكيد هيفرقوا مع اي فريق بيكونوا موجودين فيه. نتمنى ان شاء الله يقدروا ان هم يعودوا الى صفوف النادي الاهلي في اسرع وقت، وكمان يشاركوا مع النادي الاهلي في البطوله الافريقيه في الادوار القادمه. رامي ربيعه ان شاء الله خطوه مهمه جدا ان هو يرجع مع تدريبات الفريق في بعد عودتهم من غينيا ان شاء الله. بتكلم على نقطه مهمه جدا، او نقطه يمكن كنت قلتها في الاول بس حابب اشرحها لحضراتكم تاني. انا قلت يمكن الان النادي الاهلي مسافر بطياره خاصه، لكن عدد الترانزيت، انا بتكلم على ان دايما النادي الاهلي لما بيروح بطائره عاديه جدا بيبقى عدد الترانزيت طويل، فبالتالي بيبقى المجهود في حمل كبير على النادي الاهلي، لكن وقت الترانزيت لما يكون قليل جدا ده اكيد بيفرق مع اللعيبه، بيفرق في بقى، بنتكلم على القعده، بنتكلم على ان لاعب الكره دايما بيحب ان هو يكون لو قاعد لفتره طويله بيحب يكون قاعد بشكل مرتاح. الترانزيت في الدول الافريقيه بيكون متعب، بيكون نقل شنط، استلام شنط، تخليص ورق، لكن طائره خاصه ان شاء الله بالهبوط الى المغرب الشقيق ان شاء الله عدد ترانزيت قليل، هو هيكون ترانزيت خاص بالوقود الخاص بالطائره ان شاء الله يكون عامل نفسي جيد للعيبه، وزي ما قلت لحضراتكم اللعيبه هتكون عندها مساحه كبيره ان هي تستريح بشكل كويس جدا. يعني لسه نكمل معاكم باقي الاخبار اللي موجوده، كنت هتكلم معاكم على خبر محمد صلاح و
منافسته ل 14 لاعب للدخول في التشكيل المثالي للفيفا. هنتكلم مع حضراتكم على محمد صلاح، مين هم اللعيبه اللي هينافسوا محمد صلاح في افضل 11 لاعب في عام 2018. لكن هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم في الاهلي الجديد. اهلا بحضراتكم من جديد في الاهلي الجديد، لسه مكملين معاكم اخر الاخبار اللي موجوده. قبل الفاصل قلت لحضراتكم خبر على محمد صلاح انه بينافس 14 لاعب للدخول في التشكيل المثالي للفيفا. يمكن ابرز اللعيبه اللي موجوده او اهم اللعيبه اللي موجوده، اكيد معظم الجمهور متابع الاسامي، اكيد اسامي لا يمكن تخرج من تشكيل افضل 11، لكن هم 14 لاعب، محمد صلاح 15 اسامي، صعب جدا ان احنا نخرج اربع لعيبه منها، لكن يعني كالعاده هو ده حال كره القدم، ويبقى في الاخر الافضل موجود. طيب قبل ما نروح لخبر صلاح ايضا هنطير ثاني للنادي الاهلي للزميل العزيز مراسلنا في نادي الاهلي احمد كوان، علشان هيكون معاه الاستاذ طارق انبير علشان نتكلم معاه في بعض الامور الخاصه بلائحه النادي الاهلي اللي ان شاء الله هيكون تصويت عليها يوم 28. احمد برحب بيك من جديد. مرحب بيك مره ثانيه اخويا وصديقي عمر ربيع ياسين، وبرحب بكل مشاهدي شاشه النادي الاهلي في كل مكان. ما زلنا متواجدين من مقر النادي الاهلي بالجزيره. سؤال هيكون معي عضو مجلس الاداره الاستاذ طارق انيل، تسمح لي اقول لك الدينامو؟ العفو، كلنا شغل. هبدا معاك بدون تسخين، شايف ان في ضغوطات وورش ويمكن اجتماعات كثيره جدا عشان توصلوا لنتيجه نهائيه لشكل اللائحه، طمنا النهارده كان ايه اللي ابرز الاختلافات والنقاش ووصلنا لايه؟ لا، هو استمرارا لورش العمل اللي شغاله بقى لها فتره، مش ورش بقى اللي هي كانت منعقده الايام الماضيه اللي هي متعلقه بالتفاعل مع الاعضاء ومع المفكرين وخلافه. لا، الورش بقى لاعداد اللائحه في صيغتها النهائيه. امبارح بالليل لغايه ما يقرب من منتصف الليل كان في لجنه شغاله اللي فيها القانونيين، بعد اللجنه الاولمبيه القانونيين واساتذه القانون والفقهاء من اعضاء النادي الكبار بالاشتراك مع لجنه اللائحه اللي هم اللجنه الكامله المصوغ المخول ليها الاعداد النهائي ومراجعه كل بنود اللائحه مره ثانيه يعني. النهارده كان في اللجنه المركزيه للائحه كانت منعقده برضو، اللي هي برضو المراحل الاخيره اللي هي الخطوات بقى بتاعه الايام الجايه لغايه يوم 28. كل جلسه بتنعقد بنشوف ايه المفترض نبدا فيه استكمالا لخارطه الطريق المتعلقه باللائحه. بعد اللجنه المركزيه مباشره حصل ان في اجتماع شغال كان بدا بالتزامن معاها، يعني الاجتماع شغال اللي هو فيه اساتذه القانون المستشارين المتعلق بيهم اللائحه مع لجنه اللائحه اللي هي فيها المستشار محمود فهمي والاستاذ العمري فاروق والاستاذ ابراهيم كفراوي والاستاذ محمد الجرحي وانا، واللجنه القانونيه موجود المستشار علاء انديل والمستشار اسامه انديل والمستشار محمود فهمي. يعني ورش عمل شغاله بتفرج على الدور ده كامل كده، خليه نحل شغاله من امبارح. في نفس الوقت منعقد مجلس الاداره اللي هو الانعقاد فيه بنود كثيره وفي جدول اعمال بالاضافه الى اعتماد البنود اللي تم تغييرها في اللائحه. فالحمد لله كلنا النادي كله على قدم وساق، ما غفلش مجهود حد خالص في النادي، يعني من اول العاملين بالنادي اللي سهرانين معانا يعني. فان شاء الله يطلع حاجه طليق بالنادي الاهلي وبالجمعيه الاميه ونكمل بقيه المشوار خلال الايام الجايه ان شاء الله، بحيث انه قريب جدا في خلال ايام تبقى اللائحه في صيغتها النهائيه في الغلاف النهائي بتاعها بقى والصيغه النهائيه اللي هي طليق بنادي القرن، اللي ان شاء الله نحشد بعضنا كلنا ان ده يبقى يوم النادي الاهلي يوم 28 يبقى فيه لائحه موجوده وضعها ابناء النادي الاهلي طليق بمستقبل النادي الاهلي وتسطر تاريخه. اكيد، لكن عاوز اتكلم معاك على كم النقاش من اعضاء الجمعيه العموميه بشكل عام، طرحتوا الموضوع بشكل ديمقراطي وده كلنا لمسناه. عاوز اشوف رده الفعل بقى من الناس كلها، شفتوا ولاحظتوا حاجات واخدتوا يعني بعين الاعتبار بعض النقاط؟
احنا جالنا ما يزيد عن 3000 مقترح لغايه دلوقتي من ضمن حاجات لسه بيدون، يعني لغايه امبارح كان المقترحات حملتيكي اكثر من 3000 مقترح تم التفاعل مع الاعضاء فيها. بكرر تاني ان هو انا قلت قبل كده ان هو كان قدامنا خيارين كمجلس اداره، اما المقترحات اول باول نبص عليها وتعدل وتعتمد في المجلس وتعلن للناس، او نستنى على جميع المقترحات في الاخر. اخترنا الطريق الاصعب اللي هو الاولاني، بحيث يبقى في الجمعيه اليوميه يبقى في قدر في الشفافيه متعامل معها وتحفيز اعضاء الجمعيه اليوميه ان هو المجال مفتوح اللي هيدلي بدلو في حاجه تفيد النادي الاهلي وتفيد الجمعيه اليوميه وتتلائم وتتوافق مع القانون ومع التشريعات الدوليه والميثاق الاولمبي، مرحبا بها ونعدلها فورا. دي لائحه النادي الاهلي، ليس لائحه مجلس اداره النادي الاهلي. لا، هتخرج للنور امتى؟ ان شاء الله في خلال ايام هتبقى في ثوبها النهائي بقى، يعني ان شاء الله في خلال ايام ان شاء الله. سيبك تكمل شغل ان شاء الله. شكرا ليك، ربنا يخليك. شكرا. يمكن استاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، يمكن عمل دؤوب من مجلس الاداره، يمكن في زميل عمر اجتماعين، اجتماع خاص باللائحه واجتماع خاص بجدول الاعمال بمجلس الاداره، لكن ما زلنا معاك بكل جديد من داخل مقر اقامه النادي الاهلي بجزيره. بشكرك كيوان، شكرا جزيلا. اكيد مجهود جبار منك على يعني ربطك بكل الاخبار داخل النادي الاهلي من تدريبات وايضا اعتماد تعديلات اللائحه، فبشكرك شكرا جزيلا، دايما موجود معنا على شاشه قناه النادي الاهلي. لسه مكملين مع حضراتكم في خبر محمد صلاح، لكل ما نتكلم فيه نطلع لتقرير، لكن هقول لحضراتكم سريعا ابرز الاسماء اللي موجوده لاختيار افضل 11 لاعب في عام 2018، ده من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم لتسليم جائزة ذا بيست، أفضل ثلاث لعيبة في العالم، مودريتش ورونالدو ومحمد صلاح. لكن لو هنتكلم على اللعيبة بنتكلم طبعا على جريزمان وإمبابي من منتخب فرنسا، كريم بنزيما اللي مش موجود مع المنتخب لكنه متعلق مع نادي ريال مدريد وبالتالي هو من ضمن الأسماء المطروحة في قائمة أفضل 11 لاعب، وكافاني ولويس سواريز. أما من بلجيكا لوكاكو وطبعا مانزوكيتش من كرواتيا وميسي وديبالا. يعني أنا بالنسبة لي ديبالا أكيد طبعا بعد مستوى المميز في يوفنتوس أكيد طبعا واحد من اللعيبة المرشحة بقوة، لكن مع منتخب الأرجنتين موضوع ماشي معاه بشكل سيء جدا وحظ وحش جدا مع منتخب الأرجنتين، حتى بعد يعني غياب ليونيل ميسي عن المنتخب في الفترة الأخيرة، حتى كمان لما مش بيكون موجود ديبالا موجود على مقاعد البدلاء، وليفاندوفسكي وهاري كين ونيمار. نيمار طبعا يعني ما اعتقدش، يعني مش عارف هل هيتم اختيار نيمار. نيمار كان قضى فتره طويله جدا مصاب، ما قدرش انه يكمل الموسم بعد مباراه ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا ضد باريس سان جيرمان في دوره 16، كمان اداؤه ما كانش جيد مع المنتخب البرازيلي، لكن هنشوف اختيارات الفيفا. ورونالدو وساديو ماني. اما حراس المرمى، في خمس حراس مرمى اكيد هيتم اختيار افضل حارس منهم، اثنين من ريال مدريد المنتقل حديثا من تشيلسي كورتوا، ونافاس الحارس الاساسي لفريق ريال مدريد. اما اللي طبعا اللقب اللي هيتم اللي ان شاء الله يعني يكون نصيب محمد صلاح، اكيد كل شيء ممكن، لكن وصول محمد صلاح ل يعني افضل ثلاث لعيبه في العالم ده انجاز ما كناش نحلم بيه، ما كناش نبقى عايشين ولا موجودين ولا اللحظه دي كنا نحلم بيها ان يكون لاعب مصري عربي موجود ضمن افضل ثلاث لعيبه في العالم، محمد صلاح طبعا ورونالدو ومودريتش. معانا تقرير من سياده السفير الفرنسي بالقاهره علشان يقول رايه في وجود محمد صلاح ضمن افضل ثلاث لعيبه، وكمان ايه فرصه في التتويج باللقب. هنروح ونشوف ونتابع التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. شكرا جزيلا. اولا انا سعيد جدا بحديثي معكم على قناه الاهلي اليوم. انا اعلم تماما مدى شغف المصريين بكره القدم، وكان ذلك الامر ظاهرا خلال كاس العالم لكره القدم. اعلم ايضا النقاش العام الموجود في المجتمع المصري بين مشجعي الاهلي ومشجعي الزمالك، وأنا أشاهد دائما المباريات وأعلم طبعا بتواجدي بقناة النادي الأهلي. أنا أحب كثيرا مشاهدة كرة القدم منذ قدومي إلى مصر، وأحب متابعة مباريات الدوري المصري، وأحب أيضا مشاهدة مباريات البطولة الإفريقية.
أنا طبعا من جنوب فرنسا، أحب الرجبي، هي كرة القدم الأمريكية. وطبعا هي طبعا للأسف هي مباراة، هي لعبة ليست معروفة في مصر. كان أداء رائع من الفريق الفرنسي، المنتخب الفرنسي يدل على فوزه بكأس العالم، يدل على حب الفرنسيين لكرة القدم. كان فوز مستحق، وشاهدنا احتفالات التي عمت فرنسا وأيضا في مصر، وعرف أن العديد من أصدقاء المصريين كانوا مشجعين للمنتخب الفرنسي. طبعا محمد صلاح هو أحد كبار نجوم كرة القدم، هو نجم في مصر، وطبعا حاليا في نادي ليفربول بالمملكة المتحدة وفي فرنسا وفي كل العالم، وواجهة جميلة لمصر ومكسبا أساسيا. هذا الأمر أعتقد يتعلق بخيارة محمد صلاح نفسه، إن هو يتميز بالوفاء، فلقد اختار أن يستمر باللعب لليفربول، وده اختيار يدل على وفائه وهي سمة من شخصيته. وطبعا أقدر أقول أن كل الشباب الفرنسيين يحلموا أن يأتي محمد صلاح لينضم ويلعب أحد الأندية الفرنسية. نروح لقرعة دور الأدوار التمهيدية الثلاثة لبطولة كاس مصر، أجريت اليوم الاثنين. كان في قرعة اليوم خاصة بكاس مصر، قرعة الأدوار التمهيدية المتبقية لبطولة كأس مصر هذا الموسم، علشان يتم تحديد 14 فريق ينضموا إلى فرق الدوري الممتاز، ال 18 علشان يشكلوا مع بعض 32 للبطولة. وطبعا الأدوار التمهيدية شارك فيها 112 فريق من أندية الأقسام الثاني والثالث والرابع، لعبوا 56 مباراة بنظام خروج الخاسر، وطبعا اللي فازوا لعبوا 28 مباراة لتحديد أطراف ال 14 مباراة في دور التمهيدي الأخير، واللي هيحدد نتائجها ال 14 فريق. ده خاص بقرعة كأس مصر. نرجع تاني لمحمد صلاح. محمد صلاح غادر صباح اليوم من القاهرة متجه إلى إنجلترا علشان ينضم إلى نادي ليفربول للاستعداد الى او في الدوري الانجليزي. طبعا احنا يعني جمهور الكوره دايما الفيفا ديتس بالنسبه له بتكون اسمه كبيره جدا، بنتحرم من دوريات قويه جدا، بنتحرم من الدوري الاسباني والايطالي والانجليزي. بالنسبه لنا متعه فرجتنا على الدوريات احلى بكتير من الفيفا ديتس، لكن هو ده حال كره القدم، لازم يكون في واجب وطني في بعض الايام اللي بيشارك فيها كل المنتخبات. طبعا محمد صلاح مش بيتاخر عن وجوده مع منتخب مصر. محمد صلاح سافر الصبح كمان، لحق بيه كل لاعبتنا المحترفين، يعني محمد صلاح هو اللي لحق طائرة الصبح، بعد كده سافر في الطيارة اللي بعديها طول المحمدي وحجازي، وكان رمضان صبحي طبعا موجود في القاهرة، كان عنده إصابة اللي منعته من الانضمام إلى منتخب مصر، لكنه سافر علشان يكمل علاجه مع فريق هادرسفيلد في إنجلترا. أكيد طبعا يعني كل لاعبتنا في الدوري الإنجليزي بنتمنى لهم التوفيق، وأكيد طبعا محمد النني اللي شارك مع منتخب مصر وأحرز الهدف السادس. يعني أكيد مباراة كانت كويسة في صالح محمد النني، مش بيشارك مع فريق أرسنال، ما عندوش فرصة أنه يثبت ذاته، كان موجود مع منتخب مصر. شفنا بعد بقى إيه، يعني مستر أجاري غير بعض شكل الهجومي للعيبة منتخب مصر، شفنا النني بشكل جديد، شفناه بيسجل أهداف، بيهاجم، بيشوط. كان قبل كده موضوع الشوط عندنا صعب جدا، ما كانش في حد بيشوط، كان نادرا لما كنا بنروح بالكوره بالجون، لكن 6 أهداف اعتقد ان يعني النتيجه طيبه. الجمهور عنده رايين، راي بيقول لسه بدري عشان نحكم على مستر اجاري، وراي الثاني بيقول لا ده شكل مقبول لمنتخب مصر واحنا متفائلين. انا بايد الراي الاول طبعا، لكن الراي الثاني اكيد بتفق يعني اكيد متفق مع بعض الشيء، لكن نتبسط بمباراه النيجر، نتبسط ب6 أهداف من فتره طويله جدا منتخب مصر ما فازش بمباراه 6-0، كمان عندنا يعني تصفيات طويله جدا، اكيد مباراه تونس هي اللي هتكون الحاسم الاكبر لمستر اجاري مع منتخب مصر. دايما خلينا متفائلين، يعني نفرح باللحظه اللي احنا عايشينها دلوقتي، 6-0 خلاص نفرح بيهم. منتخب مصر أدى بشكل جيد جدا، تغيير الدماء اللي موجوده، الاعتماد على معدل اعمار سني صغير، وهربط موضوع ربط الاعمار بوجود احمد فتحي من عدمه في المنتخب الفتره اللي جايه. في كلام كتير
اتقال على لسان مستر اجاري وعلى لسان كابتن هاني رمزي ان احمد فتحي مش هيتم الاعتماد عليه في الفتره القادمه. الكلام ده كابتن هاني رمزي نفاه تماما وقال ان بالعكس احمد فتحي هو في الصوره بشكل كبير بيلعب مع النادي الاهلي بشكل اساسي، كابتن منتخب مصر. يعني دايما كره القدم اكيد زي ما السن ليه علاقه وليه دور، لكن المجهود داخل الملعب هو الفيصل ما بيني وما بين المدير الفني. المدير الفني ممكن يقول لي انت عندك 30 سنه لكن مجهودك البدني قل، ممكن لاعب تاني يكون عنده 34 سنه 35 سنه لكن المجهود داخل الملعب يعني جبار. هناخد على سبيل المثال مثل بعيد شويه لكن هو هنربطه بموضوع السن، بنتكلم على رونالدو. رونالدو 33 سنه ماشي في 34 سنه بينتقل من ريال مدريد الى نادي يوفنتوس، بينتقل من نادي قوي لنادي قوي علشان يبدا مسيره جديده، عشان يبدا تحطيم ارقام قياسيه جديده. وبالتالي كابتن هاني رمزي قال ان احمد فتحي في الصوره ومن القوام الاساسي للمنتخب في تصفيات منتخب مصر لامم افريقيا بالكاميرون 2019. لكنه كمان كان في تصريح خاص بعبد الشافي او الكابتن محمد عبد الشافي ان هو بعيد تماما عن صوره المنتخب في الفتره القادمه، لكن كل شيء وارد. لكن انا بربط لحضراتكم عامل السن بوجود احمد فتحي. احمد فتحي بسم الله ما شاء الله كلنا شفناه في المباراه الاخيره الافريقيه، يعني بيمينه بيلعب بشماله بيلعب في نص الملعب بيلعب باك رايت بيلعب مساك بيلعب اي مركز بيبقى موجود فيه. اكيد طبعا احمد فتحي واحد من القوه ضربه للمنتخب الوطني. علي غزال لاعب منتخب مصر لم اتوقع العوده للمنتخب واجري حقق لي حلم. علي غزال مش هتكلم مع حضراتكم سريعا في كل الكلام اللي قاله، لكن هتكلم معاكم يعني كلاعب كرة قدم سابق وعندي بعض الرؤية اللي موجودة في تجربة علي غزال. علي غزال لاعب عنده يعني لاعب عنده أمل، لاعب مش بيستسلم بسهولة، موجود لحد الوقت وبيعافر وبيشارك سواء في الصين سواء في الدوري البرتغالي سواء في أمريكا، راجل بيلعب بشكل أساسي، راجل تم إعادة توظيفه. يعني أنا ممكن أشوف لاعب كرة قدم بيلعب مساك على سبيل المثال، أنا أكون عندي نظرة إن اللاعب ده لو موجود في المركز ده مع منتخب بلاده هيبقى أحسن بكتير من المركز اللي بيلعب بيه أو بيلعب فيه مع ناديه، وده اللي عمله مستر أجاري. مستر أجاري شاف إن علي غزال في الفترة الأخيرة إن هو بيلعب في نص الملعب مع فريق، طبعًا علي غزال بيلعب مساك لكنه حطه في مركز أعتقد إن هو ظهر فيه بشكل كويس جدًا. وهنا يجي دور المدير الفني إن أنا إزاي أنجم لعيب؟ إزاي أنا أخلي لاعب بعيد تمامًا كل البعد عن ان هو يكون موجود اصلا مع قائمه المنتخب على انه ان انا اجيبه واستدعيه واديله فرصه واثق فيه ويقدم يعني مستوى شكل رائع جدا جدا جدا. ده اللي علي غزال عامله مع مستر اجاري، واكيد طبعا هو فرحان جدا ومبسوط جدا وما كانش يتوقع ولا حد يتوقع. لو سالت اي حد مين اللعيبه اللي ممكن تكون موجوده في قائمه منتخب مصر لا يمكن حد يقول علي غزال. مش بقول كده عشان خاطر امكانيات ولا قدرات، لا، احنا دايما يعني اتعودنا ان معظم المدربين اللي بيكونوا موجودين بيعتمدوا على السمع وبيشوف اللعيبه اللي ما كانت موجوده قبل كده، لكن مستر اجاري وكابتن هاني رمزي بصراحه عجبوني جدا ان هم استدعوا اكبر قدر ممكن من اللعيبه اللي ما اخدتش فرصتها قبل كده. حسين الشحات ووجوده مع المنتخب ايضا ان هو شارك في جزء من مباراه ماجا، فده بالنسبه لعلي غزال انا شايف انها تجربه مهمه جدا جدا ومباراه يعني اعادت علي غزال من جديد مع منتخب مصر. وان شاء الله انا شايف ان هو في المركز اللي مستر اجاري حاطه فيه ده هيقدم مستوى رائع جدا الفتره القادمه. اهم شيء في لاعب كره القدم نفسيته، لو نفسيته المدرب عارف يتعامل معاه بشكل جيد جدا ورائع جدا هيعرف يطلع كل الامكانيات اللي عنده داخل المستطيل الاخضر. شفنا محمد صلاح في كاس العالم ما كانش بيضحك، كان بيجيب هدف وما كانش بيحتفل، لكنه مع منتخب مصر في الفتره الاخيره في مباراه النجر تحديدا لا عادت الابتسامه من جديد. عجبني جدا اللقطه الطيبه جدا من مستر اجاري لما او مستر اجاري لما محمد صلاح ضيع ركله الجزاء الاولى اصر على ان هو يسدد ركله الجزاء الثانيه، فده دليل واضح جدا ان هو فاهم نفسيه اللاعب المصري. يعني مش هربط قوي، لكن دايما المكسيك وامريكا الشماليه البرازيل يعني وطبعا البرتغال بما انهم بيتكلموا نفس لغه البرازيل شويه قريبين لينا. يعني انا بحس دايما ان البرتغال، عشان كده دايما يعني اكثر المدربين اللي بينجحوا في مصر هم البرتغال، يعني سواء اهلي او زمالك. فعشان كده يعني انا بعتبر ان المكسيك واحده من المدارس اللي زي البرتغال وزي البرازيل، فبالتالي هم قريبين. لعيب كوره بيعتمد على الكوره اكثر من العامل البدني، فبالتالي
شفنا مستر حجازي بيتعامل ازاي مع لاعبي منتخب مصر كعامل نفسي. طيب لسه مكملين معاكم باقي الاخبار، يعني عايزين نحاول نلم لحضراتكم اخر الاخبار اللي موجوده معانا، ان ريال مدريد بيفاوض خوسيه لويس مدافع منتخب اورجواي واللي عنده 20 سنه، طبعا اللاعب بيلعب في الدوري الاورجواياني، وبيحاول ريال مدريد ان هو يتعاقد مع اللاعب خلال فتره الانتقالات القادمه. لكن كلنا عارفين ان كره القدم الاسماء اللي موجوده حاليا مش اسماء ثقيله، الاسماء والمواهب بدات تقل، فبدا برشلونه وريال مدريد ومانشستر ويونايتد والسيتي ليفربول كله يبدا يبص على المواهب، فين المواهب اللي موجوده اصحاب ال 20 سنه وال 18 سنه، حتى لو انا اشتريتهم، حتى لو انا تعاقدت معاهم ممكن يكونوا موجودين، ممكن يشاركوا مع الفريق الثاني علشان يتم يعني تجانس اللعيبه مع الدوريات الاوروبيه. طبعا بيبقى موضوع مختلف المشاركه في دوريات امريكا الجنوبيه والشماليه، بنتكلم على الامريكتين، واوروبا الموضوع مختلف تماما، مختلف في الاحتكاك، مختلف في حتى بنتكلم على عنصر اللعب، السرعه، القوه، المهاره، كل شيء مكتمل في اوروبا، عشان كده كله بيطمح في اللعب لاوروبا. لكن زي ما قلت لحضراتكم رودريجيز لعب 51 مباراه، بسم الله ما شاء الله، يعني 51 مباراه في لاعب عنده 20 سنه مع فريقه، فده رقم كبير جدا جدا. كمان اكتر من نادي بيحاولوا ان هم يخشوا مع فريق ريال مدريد علشان يفاوضوا خوسيه لويس، لكن هنشوف في الاخر مين اللي هيقدر انه يفوز بخدمات اللاعب في فتره الانتقالات سواء الشتويه القادمه او الصيفيه اللي بعد القادمه ان شاء الله. طيب طبعا كلنا عارفين دوري الامم الاوروبيه، كنت اتكلمت اللي تابع معانا امبارح فقره الكره العالميه على ان معظم الصحف الايطاليه تتكلم في عنوان يا اما بناء المنتخب الايطالي من جديد او اما الغرق، باللفظ كانت هو ده العنوان في كوريري ديلو سبورت الايطاليه. وقلنا ان احتمال مانشيني يغير على الاقل 5-6 لاعبين موجودين في التشكيله الاساسيه والرئيسيه للمنتخب الايطالي. طبعا ايموبيلي لاعب لاتسيو والمهاجم هداف الدوري الايطالي، ابرز ده كان من ابرز الاسماء اللي المفروض تكون موجوده في تشكيله منتخب ايطاليا امام المنتخب البرتغالي. رونالدو في مواجهه ايطاليا، مواجهه تكون قويه جدا جدا، لكن يعني على سبيل كلامي على سبيل المثال استبعاد بالوتيلي ايضا، ده كان من ضمن الاسماء اللي كانت يعني خلاص واضح جدا للجمهور، واضح جدا لمانشيني ان هو هيستبعد بالوتيلي بعد ما اعطاه فرصه وما كانش كالعاده على قدر المسؤوليه، وبالتالي ماريو بالوتيلي بيتم استبعاده من قائمه ايطاليا. لكن برضه هو موضوع غريب، انت بتستدعي لاعب علشان يكون موجود وعارف انه اللاعب بتاع مشاكل، عارف انه اللاعب ممكن يكون مش في مستواه، في نفس الوقت كمان انت بعد المباراه بتحطه بره القايمه خالص، الموضوع اكيد يعني كان في غموض بعض الشيء. طيب هنروح طبعا للتقرير مع الاستاذ هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه، بعديها هيكون مع حضراتكم كابتن خالد العوضي في فقره الالعاب الاخرى، نروح للتقرير وبعديها كابتن خالد يكون مع حضراتكم ان شاء الله. أنا شرف لي أن أجي نادي الأهلي، نادي العريق، النادي الكبير اللي هو أحد الأهرامات الكبيرة بتاعت الرياضة في مصر والسمعة على مستوى العرب وأفريقيا والعالم. شرف لي أن أبقى موجود هنا، وشرف لي أن أنا أقدم كل الخدمات اللي طبقا للصلاحيات بتاعتنا وطبقا للواجبات اللي علينا. احنا شفنا طبعا اللائحه، احنا راجعناها مع بعض، اما الوفد بتاع النادي الاهلي كان موجود عندنا من كام يوم برئاسه الكابتن محمود الخطيب، وقلنا كل راينا فيه وبعتنا الحاجات دي في جدول مقارن امبارح، ايه الحاجات اللي هم كانوا طالبينها واحنا راينا فيها وليه الراي ده
حطيناه يعني التثبيت بتاع الرأي بتاعنا. وطبعا هم كل الحاجات اللي احنا تواصلنا معهم بيها كلها اتحلت، ما فيش عندنا اي مشاكل ولا اي خلاف، احنا وضحنا وجهة نظرنا والناس كده بكل صدر رحب قبلوا التوضيحات بتاعتنا، واحنا شفنا ارائهم وفي حاجات من كتير من الاراء اللي كانوا قايلينها سليمه برضه، فاحنا توصلنا كلنا لان كل الحاجات المعروضه انتهت وخلصت. طبعا يعني النادي الاهلي مثال للديمقراطيه ومبدا استقلاليه الرياضه اللي احنا كلنا بالنادي بيه واللي اللجنه الاولمبيه بتنادي بيه. سالوا جميع الاتجاهات اللي بتاعت نادي الاهلي فين، جميع الافرع، جميع المقرات، طبعا مش عايز يعني الا استعمل المصطلحات المظبوطه عشان بتزعل ساعات ناس، وخدوا رايهم كلهم، خدوا راي الناس الكبيره والناس القديمه واللاعبين وكل حاجه. فدي ان شاء الله هتطلع لائحه متكامله لها رأي الجميع موجود فيها، الرأي القانوني موجود فيها، الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية طبقا للدستور في مادة 84 ملتزمة بيها، يعني هتطلع لائحة نموذجية إن شاء الله كده تدرس. وإحنا دايما في النادي الأهلي خدنا من النادي الأهلي دايما إزاي نتعلم اللي جاي ونتعلم اللي راح ونلتزم بالتقاليد المحترمة وكل حاجة. ربنا يديم كده اللي يديم المكان ده كده بالعلو ده، ودايما يبقى أحسن كده ونشوف منه الأبطال في كل المجالات. والله لغاية النهاردة هو في مقر واحد، لسه النقاشات دي شغالة، إنما ده أنا بتكلم على الحالي، يعني اللي موجود حالي ان شاء الله ده اللي واضح. الجمعيه العموميه لها الحق في كل حاجه تقول اللي هي عايزاه، وتعتمد بما لا يتعارض لا مع القانون العام ولا مع قانون الرياضه ولا مع المواثيق والمعايير الدوليه ولا مع اللائحه الماليه الخاصه بالرياضه اللي هي طالعه من وزاره الشباب والرياضه. فاذا احنا التزمنا بالاربع اتجاهات دي ان شاء الله اللائحه هتطلع كامله متكامله وتخدم الرياضه وتخدم الجميع ما يبص لها ويحظي نفس الحزو ده، هنقدر نعمل لوائح كويسه جدا. وكان دايما بيتقال ان يا جماعه لسه حته النضوج اللي موجود عند الجمعيات العموميه عشان هي اللي تحكم نفسها واللي هي تطلع لوائح والكلام ده. فالمثال اللي احنا شفناه النهارده في النادي الاهلي كسر المقوله دي، ان لسه مصر مش لسه الانديه مش ناضجه ولسه الجمعيات العموميه مش على المستوى اللي تقدر تاخد قرار تسير بيه اعمال النادي. اظن دي اللائحه دي احسن كتير من اللوائح اللي كانت موجوده اللي كانت طالعه من وزارات قبل كده ومن مجلس قومي للرياضه وغيره، لان هي عارفه اللائحه دي قد ايه الاحتياجات الموجوده في النادي، ايه طبع النادي، ايه المستقبل القريب والمستقبل البعيد اللي النادي بيخطط له، وبناء على كده يتعمل لائحه. وبعد مده ما تختلف في التطبيق تتعمل حاجه جديده، وده الاساس وروح الميثاق الاولمبي والمعايير الدوليه. حضرتك لغايه دلوقتي احنا بنبتعد عن الموضوع ده لان احنا بنطلق اللائحه قبل العرض على الجمعيه العموميه، فالوضع اللي حضرتك بتقول عليه ده مش هيحصل خالص، لان احنا قلنا كل الموجود عندنا. المجلس الاداره الواعي بتاع النادي الاهلي طرح الموضوع ده عشان يبقى كل حاجه جايه من بدري، كل حاجه تعدل قبل ما ترفض، وده الوعي بتاع الناس الاداره السليمه والاداره المحترفه في اللي كانت بصفه عامه او في الرياضه زي ما عملنا النادي الاهلي. مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي ومشجعين النادي الاهلي. فقره الالعاب الاخرى دايما بنقدمها ونجيب اخبار لكل لاعبات في النادي الاهلي من كل اتجاهات، لاعبات كثيره، كل الفرق بتستعد للموسم الجديد عن قناعه ان هم عندهم لازم دائما وابدا يحاولوا المركز الاول للنادي الاهلي. نبدا اخبارنا من ملعب كره اليد واستعدادات فريق كره اليد بالنادي الاهلي للموسم الجديد. كابتن عاصم حماد بدا بعد ما رجع من بطوله الشارقه اللي النادي الاهلي خد فيها المركز الثاني، كنت بتكلم معاه وقال لي احنا البطوله بالنسبه لنا كانت بطوله تدريبيه وليس بطوله الفوز بالالقاب او الميداليات، والحظ بالنسبه لنا هيكون في المرحله الجايه باذن الله.
بدأ تاني يرفع معدلات التدريب، بدأ يخرج إلى التراك والجيم، وبدأ اللعيبة تشتغل في كل الأماكن في جوه الملعب وبره الملعب. بس دي كان أول مرة لعيبة منتخب مصر لكرة اليد ينضموا إلى الفريق الأول بالنادي الأهلي، وحاجة مهمة جدا. استعدادات الموسم يبدأ إن شاء الله بإذن الله يوم 20 سبتمبر، يعني خلاص الموسم قدامه 10 أيام، ويبتدي أول ماتشات لفريق كرة اليد. كل أمنياتنا الطيبة والتوفيق ليه بإذن الله بحصد البطولات في المرحلة اللي جاية. نستمر جوه ملعب كرة اليد، والكابتن أحمد حسام كان مصاب، ده لاعب الفريق الأول لكرة اليد في النادي، كان مصاب في المرحلة اللي فاتت. بدأ يعملوا اختبارات مع كابتن عاصم والجهاز الطبي في جهاز كرة اليد علشان ينضم إلى التدريبات الجماعية. بيشوف أحمد حسام إن هو بيأدي دايما فترات علاجية في الجيم، وبيرجع تاني يبتدي يعمل اختبارات جوه ملعب كرة اليد عشان يقدر يواصل مع فريقه وينضم إلى فريقه ويواصلوا استعدادهم للموسم الجديد. هنخرج من ملعب كرة اليد وهنروح لفريق كرة السلة بقيادة الكابتن طارق خيري. كابتن طارق خيري، استعدادات على قدم وساق، بطولات مهمة جدا جدا، تصفيات المنطقة الخامسة، دوري كاس، دوري مرتبط، ارتباطات كتيرة بالنسبة لفريق كرة السلة. لكن النهاردة بنطمن كل جماهير النادي الأهلي على اللاعب المحترف كوينتن، اللاعب الأمريكاني، وصل ودخل في الفريق. كابتن طارق خيري بيقول إن هو الراجل بدأ ينسجم في تدريبات الفريق، دخل بشكل سريع جدا جدا، هو نفسه ما كانش متوقعه، اللعيبة كلها بتدعمه بتساعده. الراجل نفسه كوينتن في تصريحاته مع فوز اللاعبين قال لهم أنا حاسس إن أنا فعلا جوه يعني أسرتي، جوه بلدي، كلكم بتساعدوني في كل الاتجاهات، وإن شاء الله هو يقدر يساعد فريق كرة السلة ويقدم لنا مستوى متميز للاعب المحترف إن شاء الله بإذن الله المنافسة على كل البطولات الموسم ده. هنسيب ملعب كرة السلة وهنطلع لألعاب القوى، ونجمنا الكبير كابتن مصطفى الجمل، وبيحقق كابتن مصطفى الجمل في رمي المطرقة الميدالية الفضية في بطولة القارات أو بطولة العالم للقارات المقامة في التشيك. كان معانا كابتن مصطفى الجمل من فترة قريبة وكنا بنتكلمنا معاه، وقال هو عنده استعدادات قوية جدا لبطولة القارات. الحمد لله ربنا أكرمنا وأكرمه في ميدالية فضية. مصطفى الجمل بيقول إن إن شاء الله أقدر أجيب ميدالية في طوكيو. كل أمنياتنا طيبة مصطفى ليك بإذن الله، تحقق اللي أنت عايزه، تحقق ميدالية لبلدك، وفي نفس الوقت تحقق ميدالية كبيرة كبيرة جدا للنادي الأهلي. هنروح لآخر أخبار النهاردة عندنا، وتقرير عن فريق كرة السلة أنسات أو ناشئات عفوا ل 14 سنة، وهنطلع لتقرير مع كابتن خالد عياد، وترجعوا لنا مرة تانية نستقبل ضيوفنا الكبار وأبطال ألعاب القوى، وهي لعبة أم الألعاب، يعني أبطال من ذهب محققين الحمد لله بطولة الجمهورية كاس، كل المراكز تقريبا حاصدين أغلب المراكز الأولى. هنطلع لفاصل ونرجع نستقبل كابتن ياسر داوود رئيس جهاز ألعاب القوى في النادي الأهلي واللاعبين، ونشوف عملوا إيه. فاصل، ترجعوا لنا مرة تانية. السنة اللي كانت معايا السنة اللي فاتت 2004 خدوا أول قاهرة وخدوا تاني جمهورية. الفريق ده 13 سنة، السنة اللي فاتت خد تاني منطقة ما عندوش جمهورية، فالسنة دي احنا ماشي مبادئين معهم من أول سبعة يعني، فبادئين فترة مهارات مهاري، وبعد كده بقى احنا بدأنا بقى الشهر ده هنقعد في التكتيك بقى، وهنعمل ماتشات ودية عشان نستعد للبطولة. عندنا بطولتين السنة دي جامدين قوي، بطولة القاهرة وبطولة الجمهورية إن شاء الله بإذن الله. والله أنا عندي سبع لعيبة كويسين، عندي كان عندي جنرال ألفي ما شاء الله من أحسن لاعبات في مرحلة 13 سنة، عندي ملك، عندي نورين، عندي ميرال، عندي فريدة عبد الهادي، عندي ما شاء الله يعني عندي فاطمة يعني إن شاء الله، وفي اتنين كمان طالعين لنا من 13 سنة كويسين قوي، ملك مروان ولوجي، دول عجبني، دول إن شاء الله برضو هيكونوا منتخب مصر، يعني إضافة جامدة جدا للفريق. احنا بقى بنتمرن صبح وبعد الدور، فعاملين فترة ده كويسة ان شاء الله السنة دي، وربنا يكرم بإذن الله ان شاء الله.
ورجعنا لكم مرة تانية مع الأرقام، مع أم الألعاب، على رأي كابتن تحسين شنن، كابتن رياض شرارة عفوا، كان دايما هو اتعلمنا عليه أم الألعاب أم الأرقام. رجعنا مع ألعاب القوى، وبنرحب بكابتن ياسر داود رئيس جهاز ألعاب القوى بالنادي الأهلي والأبطال معاه. كابتن ياسر مساء الخير. السلام عليكم كابتن خير. مساء. كابتن إمام منصور. أهلا بحضرتك. كابتن هلا هاني. أهلا حضرتك. كابتن ياسر، هنبدأ من بداية، من 5 سنين كنت رئيس جهاز، وما شاء الله أرقام وحصد لأرقام كثيرة في ألعاب القوى. احكي لنا المشوار 5 سنين ازاي؟ رجعتك شويه لورا صح؟ اتفضل. الحمد لله مشوار 50 يعني عدوا بسرعه غريبه، عشان كده يمكن سكت شويه. طبعا 5 سنين كقياده جهاز العاب قوى النادي الاهلي يعني الحمد لله غني عن التعريف، اعظم نادي في الشرق الاوسط كله وخاصه في العاب القوى. هي تقال سهل ممتنع يعني تقال كجهاز فني في اعظم مدربي جمهوريه مصر العربيه واعظم لاعبيهم، حتى ان درجه قوى منتخب مصر كله يتالف من هؤلاء اللاعبين. على مر الخمس سنين دول ما بين درع وكاس وفتره راحه، فتره انتقاليه وفتره اعداد، كانت كل سنه بتتميز عن اللي قبليها بثقه للمسؤوليه، الإحساس إن دلوقتي خلاص يعني الواحد بيمثل فعلا النادي، ما ينفعش يبقى مركز تاني. فدي كل سنة تزداد المسؤولية ثقلا، وإنما هم ممتعين برضو يعني أكيد. الفوز كويس. أكيد الفوز حلو أيمن جدا جدا الحمد لله. 400 متر و800 قاتلات الرجال. قاتلات الرجال بالظبط. قاتلات الرجال هي قاتلة النساء كمان ولا إيه؟ هي قاتلة أي حد بيلعبها صراحة. ليه؟ السبق الوحيد اللي بيحتاج تحمل وسرعه في نفس الوقت. تمام. طبعا 400 متر من الستارت للفينش نفس القوه نفس السرعه، ما فيش اختلاف في اي حاجه، فعشان كده سموها قاتله الرجال يعني. طب عايز اسالك بس، بنبدا انت قلتي من الستارت للفينش مظبوط، قولي لي ازاي بنقدر نتحمل 400 متر تحمل على سرعه عاليه، ولا بتاخدي تدريج في السرعه اول 100 متر بشكل تاني 100 متر بشكل وهكذا؟ بصراحه كبطل 400 كبطل يعني مش اي حد بيلعب 400 خلاص، بتتاخد من اولها لاخرها نفس الريتم، تاخديها على نفس واحد بالظبط. هي كده نفس الريتم. كحد لسه مبتدئ هي سبق ذكاء شويه. مثلا ممكن تقسمها على 250 متر 150، بتعلى بالريتم مثلا تاخد نفسك في 50 متر وبعدين تنزل تاني، فبتختلف. بس هي عامه كبطل 400 متر كبطل عالم كبطل اولمبي مثلا هي بتتاخد على رتم واحد. على رتم واحد بالظبط. مش هقول السر بتاعك بتاخديها ازاي. لا انا مش هقدر اقول، لا عشان ما اعرفوش انت بتريحي امتى. قولي لي يا هنا، في فرق بين ال 1500 و400؟ اكيد. انت بطلت 1800 و1500 مظبوط. ايه الفرق؟ ان ال 1500 بكون محتاجه التفكير شويه، يعني ما نطلعش من الاول، نكون ماشيين مع مجموعه فمكان معين نطلع. لا ال 800 متر يعني ممكن نطلعها من الاول بس مش جامد، يعني يكون هو الفينش يعني النهايه ده اللي يكون جامد قوي يعني. بس يعني قولي لي ازاي بنوصل ناخد نفس بتاعنا او ناخد اللياقه بتاعتنا ال 1500 متر؟ يعني ال 1500 متر عشان يبقى كل جماهير النادي الاهلي عارفه، دول 3 لفات ونص ملعب مظبوط؟ مظبوط كده؟ طيب. او 3 لفات و300 متر يا كابتن ياسر. بالظبط. 3 لفات ال 400 بالظبط. يبقى 3 لفات و300 متر. ازاي بتظبطي نفسك في الموضوع ده؟ احنا بنكون مثلا اول لفتين او اول لفه بنكون ماشيينها رتم معين، يعني رتم مش فاتحين فيه جامد. بتبتدي مثلا اخر لفه نزيد عند الفينش مش فاتحين سبرنت، يبقى سين احنا واخدين اول لفتين فيها مريحين يعني نفسنا وكل حاجه، مش فاتحين جامد، ماشيين خطوه كده يعني مريحينا كلنا. هي بنيجي نفتح بس اخر لفه. بتفتحي في اخر لفه. كابتن ياسر، كان عندنا كابتن حاتم مرسال، هي مكسوفه شويه انا هكلمها هسيبها بس تهدى شويه ونجيبها تاني. كابتن حاتم مرسال كان بطل عندنا. اكيد اكيد. حاتم مرسال علامه من علامات العاب القوى الاهلاويه. في الوزن الطويل الثلاثي. تمام. واحيانا كتيره كان بيلعب
الفريق تتابع ال 400 متر ايوه بالظبط وكان فارق عن اي حد في الوزن الطويل يعني كان في المرحله الثانيه مع ابطالنا في الوزن الطويل بس قول لي ازاي ازاي بنعد البطل ده ازاي بنعد الابطال اللي قدامنا دلوقتي كابتن ايمان وكابتن هلا ازاي بنعدهم عشان يوصلوا للمرحله ويقدروا ينافسوا على المركز الاول احنا بدايه تعرفنا باللاعب اول دخول فريق النادي الاهلي بيبقى شبه تعرف على امكانياته ومن خلال وجوده في الملعب ومش عايز اقول تستات لا في ملاحظات معينه بتبتدي تدون عن كل لاعب بيبقى معروف نقاط قوته ونقاط ضعفه بنحاول نقوي نقاط ضعفه ونقاط قوته بنطورها ده بيبقى مزيج بس خاصه ان الوقت لازم يكون عنصر مساعد لينا انما في البدايه بالنسبه للابطال بتوعنا على سبيل المثال ايمان وهلا بنبتدي خطه طويله المدى في اثناء فترات الاعداد على اساس ان احنا بنسعى دايما للوصول لارقام مصر وان احنا يعني على قد الامكانيات اللي في مصر كلها بالنسبه لينا ان احنا ازاي نوصل للمستوى العالمي سواء كان عربي او افريقي او عالمي ازاي نوصل بالامكانيات بتاعتهم دي فده طبعا بناء على الامكانيات بتاعتهم بنحاول نطورها بيتحط الكلام ده في خطه اعداد بتعرض علينا بنتابعها كل 3 شهور طالما ما فيش مفاجآت حصلت لا قدر الله اصابه ظروف دراسيه ظروف اسريه الدنيا بتبقى ماشيه كويس بنوصل للي احنا عايزينه لا قدر الله بقى حصل يعني اضطرابات في مواعيد دراسيه في مواعيد دروس مثلا ثانويه عامه حد دخل كليه من الهندسه كليه العمليه دي اللي هي بتاثر فينا وبتخلينا الريتم بيوطى شويه عشان نوصل للهدف بتاعنا. هلا عامله ايه الدراسه مع الرياضه؟ تمام قولي لي بقى ازاي؟ هنوفق ازاي؟ بنعمل ايه؟ كابتن ياسر بيقول لو حصل ظروف في الدراسه مظبوط؟ طب بنعمل ايه؟ ما انا اكيد انت بتدرسي مظبوط؟ تدرسي ايه؟ ثانيه ثانوي مش عايزك تكسفي والله اسمعي الكلام احنا بنتكلم عادي خالص احنا مع جماهير النادي وفئات النادي فاحنا لازم نكون كلنا مبسوطين يعني قولي لي طلعت ثانيه ثانوي مثلا لو رحت المدرسه ورايا درس وكان عندي تمرين بعدها ما بتيجي تاخدني يعني نروح التمرين ولو في ما بين وقت التمرين ده والتمرين ده ببتدي اعمل يعني الهوم كلاس او اي حاجه وارجع ابتدي اذاكر او مثلا اذاكر في العربيه واروح انام على طول ابتدي اصحى اليوم التاني بقى زي كل الناس ماما بتتعب في الموضوع اكيد قولي لي ماما عامله معاكي ايه بقى؟ لا دي يعني كل حاجه يعني كل حاجه هي بتوصلني وتجيبني وتوديني وتحمسني على اي حاجه بتتعب معاكي؟ جدا طب بتواجهي في العاب القوى؟ بس انا كل ما اجي هنا يقولي لي يعني بابا او ماما ويحصل بقى قاعده وتحصل فيها كلام ولا تسرع لي سبرنت تقول لك لا ريحي شويه بتقول كده ماما بتقول لك كده ايوه طب ما تشرب دي فاني مع كابتن ياسر على طول قولي لي يا ايمان عامله ايه في الدراسه؟ انا دلوقتي في رابعه تربيه رياضيه ما شاء الله جامعه طنطا ما شاء الله ان شاء الله تخلص على خير بقى باذن الله الامر مرهق شويه طبعا لان تربيه رياضيه تقريبا 6 ايام بتوع الاسبوع عملي تمام يعني تروح وتشتغل وفي نفس الوقت لازم تتمرن وفي نفس الوقت لازم تذاكر انت بتتمرني في القاهره ولا بره ولا بره القاهره بصراحه الفتره اللي فاتت كنت معسكره هنا في القاهره كويس عشان بس في دراسه بالظبط فتره الدراسه بقى احاول اوفق ان انا احاول ان انا انزل محاضرات مثلا وطبعا الدكاتره بيراعوا مثلا الدكاتره عندنا في الكليه يعني بيراعوا حاجه زي كده وان شاء الله تعدي على خير يعني باذن الله قاعد عشان البطوله الجايه بتاخدي تدريبك من المدرب مثلا بيحط لك برنامج معين بسبب بسفرك لطنطا وكده تقدري تعمليه هناك بره ولا لازم تعمليه في القاهره قدامه وعلى مرأة على وهو قاعد يعني حقيقه ما فيش لاعب هيعرف يطلع من غير مدرب فوق راسه بالظبط يعني انت لو اخدت برنامج مثلا ورحت مره يعني تطبقه في استاد مثلا عمرك ما هتطلع بنفس درجه الاتقان اللي هتبقى بتريح شويه يعني بالظبط بالظبط يعني في رقم مثلا هتقول له انا جبت كويس وانت اصلا عامله وحش هتريح في مثلا عندك 100 متر لا طب خلاص مش هعملها واقول له عملتها انما تحت ايد المدرب طبعا اعملي كذا هتعملي وانت ما تقدرش تقول لا فده بيعلى معاك وطبعا يعني هو شايف حالتك النفسيه كل حاجه بالظبط شايفك كل حاجه بالظبط قولي لي الروح والحماس للعيب حاجه مهمه والاصرار والتحدي ايوه دي اللي بتوصله لو هو عايز مثلا هدف ينحطه في دماغه هيوصل له لازم اكيد لازم تكون موجوده في اي لاعب رياضي دي حاجه مهمه جدا دي الاساس يعني دي الاساس كابتن ياسر اولياء امور بيتعبوا جامد جدا اكيد يعني أكيد. بقى جزء جوه المنظومه دي حقيقه جزء ما صعب الاستغناء عنه او احنا نخرجه بره المنظومه حتى بس زمان وحضرتك بتلعب ما كانش كده
انا فاكرك كنت بتلعب برضه كنت بنلعب مع بعض بس يعني ما كانش كده برضه دي حقيقة. لا زمان غير كده خالص زمان يعني كنت لوحدك يعني ما كانش عندنا مشاكل بالظبط يكاد يكون ما حدش حضر لي ماتش اساسا صح اللي بيحضر لنا جماهيرك في الماتشات بتاعتكم ولا لسه بصراحه صحابي بيقولي من جميع محافظات تقريبا هي يعني احنا انت متشعبه يعني يعني محبوبه شويه ما شاء الله كويس بيقولوا لك ايه عايش لا دايما صحابي كلهم الحمد لله ما فيش حد بيبص على المركز الثاني يعني انا مش شخصيا لا صحابي عامه ايمان نازله سبق نازله بطوله يبقى هو المركز الاول مركز اول وبعدين بيبص على الرقم لا شيء طبيعي طبعا اهلي هم مش بيحضروا ماتشات بسبب برضو. بعد المسافه لان احنا من بحيره زي كابتن ياسر يعني زي كابتن ياسر ما خدش حد بالظبط على قديمه شويه تمام بسبب ان احنا من بحيره اصلا فالامر مرهق شويه بس ان شاء الله يحضروا الفتره الجايه يعني باذن الله ناويه يكون موجودين باذن الله قولي لي يا هلا احساسك وانت بتمثلي اكبر نادي زي ما كابتن ياسر بيقول كده في الشرق الاوسط الاحساس ايه؟ كنت فرحانه جدا بمثل النادي الاهلي بتمثليه؟ دي حاجه ده حاجه كويسه بالنسبه لك جدا كابتن ياسر يعني جماهير جوه ارض الملعب وعاش وكل الكلام ده هل العاب القوى واخده حقها في مصر صراحه انا بكلم بصراحه لا خالص ليه يمكن عشان مفيش بطولات عندنا بتوزع فبالتالي الثقافه الجماهيريه ما يعرفوش ان هي العاب قوى مفيش ومش هتذاع طول ما مفيش طول ما التلفزيون مش موجود مفيش اعلانات مفيش سبونسرز فهيذيعوا ليه فلو البطولات تم اذاعتها ممكن يجي ناس تحط اعلاناتها عشان الناس تشوفها هيبتدي يبقى في وعي جماهيري شويه ده اللي هينشط شويه العاب القوى المصريه الاهليه والمصريه بس اعتقد ان قناه الاهلي ده اعتقد معاكم دائما في الحق لا حاجه ثانيه خالص انا من خمس سنين اللي اتكلمنا عنهم قناه الاهلي معانا يكاد يكون شبه كل بطوله معانا معاك كل بطوله دايما دي حقيقه حتى لو ما مش حاضرين معانا بتسمعوا لو كانوا مقصرين هنقول يعني مش مشكله خالص برضه احنا القناه واضحه جدا لا يعني قولي لي يا ايمان ايه اصعب حاجه في اللعبه بتاعتك؟ الرقم الزمن الزمن انت لاعب العاب قوى الزمن اللي باهمنا صح بالظبط بالظبط انت كلاعب العاب قوى وبالذات كلاعب تراك منافسك مش انت ومش المنافس بتاعك ومش لاعب بس زمن انت بتنزل كل بطوله عايز تكسر زمن كل تمرينه بتكسر زمن يعني مش بتلعب على شخص بعينه لا ده انت بتلعب على رقم معين بتطلع كل اللي عندك عشان تجيب الرقم ده اصعب حاجه ممكن لو ما جبتش رقمك وكسبت ما بتبقاش الفرحه يعني مش بتبقى فرحان ان انت كسبت بس رقمك ما جاش ممكن تخسر وجاب كسرت رقمك مثلا بتبقى عندك فرحه اكتر ما انت جايب اول دي حاجه مهمه جدا دي حقيقه انتوا كسرين ارقام انا شخصيا انا عامله 55 ثانيه في 400 متر فده بالنسبه لي زمن كويس انا فاضل لي ثانيه وكسر على رقم طبعا الدرجه الاولى انا لسه ماشيه في 22 سنه فلسه فان شاء الله يعني هلا قولي لي بتحضري ازاي نفسك قبل ما تنزلي تراك عشان تجري 1500 متر بنحضر نفسنا ازاي؟ ببتدي ما بخافش من حد يعني ببتدي ما كنتش قلقانه بس شويه الخوف ببتدي يروح مني ببتدي اركز بقى في السبق لان انا مش هطلع من الاول وبفضل بحضره ليه كتير لا يعني بتحضري ازاي نفسك نفسيا وانت نازله الملعب انا مثلا في ملعب الهاندبول كنت بشوف الناس اللعيبه وهي نازله جنبي عارفهم شويه بشويه بقيت حافظهم كلهم بقينا عارفين بعض انت وبحضر نفسي نفسيا بقى اقعد اقرا قران بقعد اتكلم مع اصحابي اضحك يعني ايه التحضير اللي بتعمليه؟ ايه التحضير اللي انت بتعمليه وانت رايحه على ملعب المباراه؟ بقول مثلا يعني هم خايفين مني زي ما انا خايفه منهم يعني ما بحسش نفسي ان انا هكون انا اللي خايفه منهم عشان ممكن اضيع كل حاجه ببتدي شويه اقرا قران بعد كده ما افكرش في السبق اقعد اتكلم مع اصحابي اهزر معاهم عشان لو فكرت فيه ممكن ابتدي ابوظ في كل حاجه تعليمات المدرب ليكي مهمه جدا في قبل السبق قوي اعتقد دي اهم حاجه كابتن ياسر التعليمات الاخيره اللي يعني مدربين بيدوها بيقولوا ايه تقريبا قبل السباقات بالذات ان هو بيكون خلاص خلص تدريبه وخلص اعداده ومنتظر السبق ايوه تمام هو تحديدا يعني تقريبا يعني
تقريبا هو يعني بنسبه 100% كل مدرب عارف المنافسين زي ما قلت كابتن, بيعرفين المنافس بتاعي مين وكل واحد نقط ضعفه وقوته. هو المدرب بيعيد تاكيد السيناريو اللي اللاعب هيجري بيه, ومن ناحيه واحده يعني بيحاول يخرجه بره حته الانفعال زي المنظوم اللي هو السلبي حمى البدايه اللي بنقول عليها. بيديهم التعليمات هم بنسبه 200% بيسمعوها, لان هو بيبقى كله هو شايفك بس مش شايفك وسامع صوتك بس. فبالنسبه بالذات في العاب القوى والالعاب الفرديه عموما بيبقى اللاعب لو يعني منتهى الحساسيه لاي تعليمات بسيطه بتقولها له, اي اجراء بتقول له اعمله بيحاول ينفذه بالحرف. هو انا عن تجربه طبعا ما بيبقاش شايف المدرب كويس بس بيبقى سامعه كويس, لدرجه ان هو بيجري يعني ممكن ودنه تبقى حساسه مع الخطوه اللي جنبه. لو مدرب اتكلم من اي حته في المدرجات بيبقى سامعه وبيميز صوته. بس كابتن ياسر بكلمه بصراحه في السباقات العالميه بتفرج يعني, لا العالميه ده يتضرب الطلقه كل الملعب كله ساكت, لكن هنا عندنا بنهيص والطلقه بتضرب. صح للاسف صح. قولوا لي يا امام, قولي ايه للعيله لماما وبابا لاصحابك, تقولي ايه الاول للعيله؟ بشكرهم جدا جدا جدا, وقفوا جنبي ما قالوليش الدراسه اهم. فعلا الله عليك كويس, انا احب الرياضيين كده بالظبط. شافوا ان انا طريقي كويس في الرياضه, ما وقفوش قصادي, كملوا معايا, وفي نفس الوقت انا كنت بسعى ان انا ما اغزلهمش في الدراسه برضو. والحمد لله في اخر سنه, وبحب اشكر طبعا بابا وماما واخواتي وصحابي جدا. صحابي بيقول لك اه طبعا, هم بيقولوا عايش اه طبعا. صحابي جدا. ايه الجمهور النادي الاهلي؟ محتاجينهم يقفوا جنبنا شويه. مفيش مشكله خالص يعني. طبعا انا ليا اصحاب كتير في بيشجعوا فوتبول اصلا يعني, وواقفين برده معانا. كلنا بنشجع الكوره. طبعا تمام. بتمنى بصراحه ان هم يحضروا بطولات الجمهوريه, اي بطوله دوليه تقام في مصر يا ريت يحضروها يعني, تبقى حاجه كويسه يا رب. طبعا بحب اشكر بقى كابتن ياسر داوود, كابتن محمد مسرجة, كابتن محمد كمال. هتنسي اسمعي كلامي, اشكر الجهاز كله. طبعا الجهاز كله طبعا لازم اشكره عشان ما ننساش حد. قولي لي يا هلا, تقولي لجمهور النادي الاهلي؟ اشكرهم يعني تشجيعهم ليا, عشان قلت لك في ناس كتير بتشجعني كويس, ويعني ييجوا يجربوا معانا اللعبه يعني. بتقول لهم تعالوا الملعب العاب القوه شجعونا. زي ما شجعوا الكوره صح؟ طبعا مش بيشجعوا الكوره بس شجعوا العاب القوه. اخر كلمه للعيله عندك تقول لها ايه؟ بجد اشكر يعني ماما جدا وبابا. اشكر ماما اكتر لان هي على طول معايا في الرياضه. ما تشكريش حد اكتر من حد. معاك لا يا مين مش هتروح البيت. لا بالظبط. قولي لي. هي اللي كتف اصلا معايا في كل حاجه يعني. اشكرها جدا. وانا بشكركم جدا ان انتوا كنتوا معايا النهارده. الف الف مبروك, وان شاء الله كده باذن الله في المرحله الجايه تكونوا ايه ابطال عالم ان شاء الله, ابطال اولمبيات اتمنى ده. وبرده قناه الاهلي تستقبلكم وهنفضل مغطينكم اعلاميا وهنمشي وراكم وهنفضل معاكم لغايه باذن الله تحققوا اللي انتوا عايزينه. اشكركم جدا. ربنا يخليك. جمهورنا العزيز, فاصل ونستقبل ابطالنا في برده العاب القوى. فاصل وترجعوا لنا مره ثانيه. اهلا بيكم. بعد الفاصل دخل لينا كباتن كبار نجوم وابطال في الوثب الطويل والثلاثي و100 متر عدو, هنعرفهم لكم ونقول معانا كابتن عمر اسامه. اهلا بيك يا كابتن عمر. اهلا وسهلا بحضرتك. كابتن اسراء محمد. اهلا بيك. اهلا وسهلا. ليه اسراء بنلعب ايه؟ وثب ثلاثي؟ وثب طويل ووثب ثلاثي. وثب طويل ووثب ثلاثي. وليه عملنا ايه في البطوله اللي فاتت؟ البطولة اللي فاتت الحمد لله يعني ربنا كرمني وكسرت رقم مصر درجة أولى. هايل. بس الاستعداد لي طبعا كان صعب جدا جدا لأن الرقم كان باسم برضو أبطال يعني قبلينا, رقم اتكسر وكمان في الوثب الطويل مش بيتكسر بحاجات كتير يعني, بيتكسر بمقاييس صغيرة جدا, سنتيهات ممكن سنتي أو 2 سنتي. ليه الرقم كان كام قبل كده وبقينا كام؟ رقم كان 6.28. 6.28. الحمد لله دلوقتي بقى 6.31. 3 سنتي. فقد ايه تدريب؟ فقد ايه عمر؟ في بلعب بقالي كتير, بلعب من تحت ال 14. بس عشان نقول لكل الجماهير التعب في العاب القوى ازاي؟ السنتي بتاخد كام وقت معانا؟ لا بياخد كتير, بياخد كتير جدا, وممكن كمان ممكن يوصل حمل التمرين ليومين مرتين في اليوم. عايز طبعا مدرب يكون عارف هو بيعمل ايه ومركز على حاجات معينه يعني, عايز ريتم معين يبقى ماشي عليه.
وما ينفعش نلعب السيزون على طول، لازم بينظموا لنا بطولات داخليه، النادي ذات نفسه بيلعب اللعيبه مع بعض بحيث ان يشوف المستوى نظامه ايه المفروض يشتغل عليه الفتره الجايه. فالرقم بيبقى صعب شويه، وكمان الماتشات الدرجه الاولى بيبقى خلاص بقى اللعيبه كبار وبتبقى مستويات جامده من نوادي متعدده يعني، فبيبقوا مركزين جدا في ماتشات الدرجه الاولى يعني بحيث ان هم لازم ياخدوا البطوله. ده النادي الاهلي. طبعا. عمر المنافسه قوي طبعا. مع مين؟ انديه كتيره طبعا، بس طبعا الحمد لله يعني النادي الاهلي متفوق بفارق كبير جدا بعدد ميداليات كبير جدا. يعني ارقام قياسيه في كل الاعمار السنيه برضه. لازم نقول للناس ان انت حققت برضه، حطمت رقم مصر. حطمت رقم مصر طبعا. طيب حطمت رقم ازاي؟ حطمت رقم مصر في الوزن بتقول تحت 20 سنه. كان كام وبينك؟ كان 7.63 وانا عملت 7.67، فرق 4. هي فرق 4. بس حطمناه ازاي؟ مش تقول طبعا تمرين طبعا. هو انت هتقف؟ لا، عايزك تقول للناس، لازم الناس تعرف ان تحطيم الرقم ده مش رقم سهل طبعا. بتحطمه في قد ايه؟ بتتعب ازاي؟ بتتمرن ازاي؟ يعني اسراء قالت لي بتمرن مرتين. بتتمرن كام ساعه في اليوم؟ كام ساعه؟ 3 ساعات. 3 ساعات. 3 ساعات على حسب بقى اليوم ده، سواء جيم سواء تراك الكلام ده كله. طبعا اصلا يعني انا رقمي كان المفروض يعني يجيب لي مركز اول في بطوله العرب في شهر 4، بس ما حصلش نصيب ان انا اسافر يعني. يعني المفروض ان انا احسن لاعب عربي دلوقتي وافريقي ما شاء الله، بس ما حصلش نصيب يعني ان انا اسافر. كان نفسي امثل يعني اسم ال... ان شاء الله قريبا يعني ان شاء الله. اتمنى. عجبني حماسك جدا جدا. اكيد طبعا. كابتن ياسر، تحطيم الارقام وهي ام الالعاب، حاجه شايفها ازاي؟ تحطيم الارقام ما بيجيش مش بالصدفه، عمره ما رقم بيتكسر بالصدفه. تمام. اكيد اكيد زي ما كل الناس بتقول جهد وتعب وعرق، بس لازم يعني عشان يكسر رقم فعلا فعلا بتبقى منظومه متكامله ما بين اللاعب والمدرب والجهاز، بتبقى حاجه مجهده للاعب والمدرب والمتابع عموما يعني. لان حتى العامل اللي هما الاثنين بيتكلموا في الوزن طويل يعني، حتى الحفره اللي فيها الرمله عشان اللي بنسويها دي بتساعده ان هو ينط يعمل الرقم بتاعه ما يبقاش شكلها إيه. حلوه قوي، اتفرج عليها في الاولمبياد بصراحه شكلها حلو طبعا. هم عاملينها مره واحده ينط بالظبط، تحس ان هي باظت ثانيه واحده. فتحطيم الارقام هم بيتكلموا فعلا في سنتيمترات او في اجزاء من ثواني، ده لازم اللاعب او اللاعبه بيبقى مركز حتى في البيت يعني، بينام بدري يعني مثلا احيانا عايز يسهر شويه يشوف حاجه، لا اخش انام عشان بكره عندي مثلا جيم زي ما عمر قال. وهنا بقى بتيجي الثمره في النهايه، تحطيم الرقم ده بيبقى للاعب وللنادي وللمنتخب. يعني يمكن الرقم اللي عمر عمله فعلا يديله تصنيف افريقي وعالمي. ممكن للامكانيات اللي احنا ما فيش بطولات عربيه انديه، ودي اللي ان شاء الله بنسعى لها ك ك ك ان شاء الله كنادي اهلي باذن الله تعالى. المشاركات دي اللي هتنمي الحاجات دي، احنا مشاركات بطولات الانديه قليله، فمشاركاتنا فيها عشان نحفز لاعبتنا يروحوا للارقام دي بتبقى برده مش مشجعه. انما تاني تحطيم الارقام بيستلزموا جهد وحسابات دقيقه ومتابعات من المدرب ومن اللاعب، واحيانا زي ما اللي قبلها قالتها من الاسره نفسها، ان هم شيء طبيعي هم متميزين، والنادي الاهلي فيه نواه من 18 ل 19 ل 20 ل 21 سنه فعلا فعلا كلهم متميزين في مسابقاتهم. يمكن احنا دلوقتي المساحه ما تسمحش نجيب الموازين كلهم ان شاء الله باذن الله زي ما انت عايز يا كابتن، انما هم ممتازين وفي زيهم كتير، انما ده بجهد ومثابره منهم وتضحيات، حاجه جميله يعني. عمر قول لي، اخترت ليه العاب القوه او اخترت ليه الوثب الطويل او الثلاثي او ال 100 متر؟ يعني اخترت ليه السبق ده اخترته؟ اشمعنى الايفنت ده اخترته؟ طبعا المدرب اول ما بتروح النادي بيعمل لك اختبارات او كده، فبيشوف الموهبه بتاعتك فين او كده يعني. مين اول حد كان مدربك؟ اول مدرب شافني نسيت صح؟ لا مش ناسي طبعا. اللي عمل لي اختبار كان كابتن طارق عاشور، وطبعا مدربي الكبير كابتن مدحت عبد النبي، هو يعني المدربي من تبناني من وانا عندي تحت 12 سنه لغايه وقتنا هذا. بس بيشوف بقى يعني لو اللعيب ده متميز في السرعه بيخليه يعني يلعب مسابقات السرعه زي القصيره زي ال 100 متر او الوثب الطويل، برده بيحتاج سرعه. السرعه مهمه جدا في الوثب لان بتساعد يعني لو اللعيب مش سريع في الوثب مش هيعمل مسافه كبيره او يحقق ارقام يعني مطلوبه او كده. بس
بس كده؟ لا انا عايزك تتكلم كتير. قولي لي يا اسراء، ليه السرعه حاجه مهمه جدا في الوزن التقيل؟ السرعه حاجه مهمه جدا لان بيعتبر بتديني قوه للاندفاع، ان انا الجامب بتاعي ينفع ياخد مسافه لقدام. لو ما فيش سرعه كاني واقفه بنط زي الثبات كده، يعني كاني في مكاني وبنط، اكيد مش هجيب مساحه او مش هجيب مسافه، غير لما اكون جايه مثلا بمسافه مثلا حسب تحضر الابروتش بتاعه يبقى جاي بسبرنت جامد جدا. وطبعا الخطوات بتختلف في الاول عن النص الاقتراب، عن اخر كام خطوه في الاقتراب، دول بيبقوا اشد خطوات. هقف بس عشان عايز بضحك في كلامك، بس احنا انا بشوف اللعيب بتاع الوزن الطويل بيروح بيجري من مسافه طويله، هل المسافه دي مسافه محدده ولا حسب ما انت تكوني عايزه تطلعي منها؟ لا هي بتختلف من لاعب للتاني، كل واحد حسب القدره بتاعته. يعني في ناس مثلا اول ما بتطلع السبرنت بتاعها السرعه بتاعتها بتيجي كويس، فممكن دول نخلي المسافه بتاعتهم صغيره كويس. في ناس السرعه بتاعتهم بتيجي بعديها بشويه، فانا بديله مساحه بحيث ان هو يجري على ما السرعه بتاعته تيجي يقدر يجمع سرعته بحيث انه يعرف يعمل جامب. فالابروتش مش حاجه ثابته للعيبه كلها، بتختلف من لاعب لاخر حسب السبرنت بتاعه وحسب القوه بتاعته. فملهاش علاقه. طب قولي لي ايه اصعب حاجه في العاب، يعني ايه اصعب مراحل الاعداد عندك في العاب؟ ممكن تكون الاعداد الخاص او المسابقات، لان احنا بنشتغل بشده عاليه وتكرارات، بس بتبقى مش قوي، بس الشده بتبقى عاليه جدا. يعني الواحد لو مركز دي في مرحله الاعداد الاولى تعتبر، لا الاعداد العام بنشتغل تكرارات كتير وشده متوسطه، يعني الشده قليله. فتره اللي قبل البطوله او الفتره الخاصه بتبقى التكرارات قليله بس الشده بتبقى عاليه جدا. يعني الواحد لو مركزت في الفتره ديت بحيث مثلا بالنسبه للتسخين، بالنسبه للاطالات، بالنسبه ان هو يهيئ جسمه للتمرين اللي هو داخله، ممكن تست يعني تاثر عليه جامد جدا، لان هي ممكن في اي وقت او اي حاجه عملها غلط تعمل له اصابه. عمر قول لي بطموحك كده وحماسك اللي شايفه، طموحنا ايه في المرحله الجايه؟ طموحنا طبعا ان شاء الله، طموحك الشخصي؟ طموحي الشخصي طبعا، طموحنا كلنا ان انا ان شاء الله اروح اولمبياد طوكيو 2020 ان شاء الله. وفي بطوله العالم 2019 السنه الجايه. الموضوع هيكون صعب شويه بس يحتاج مجهود، ان شاء الله نكون يعني قد المسؤوليه ونروح ان شاء الله يا رب باذن الله. الطموح اللي عند عمر ده طموح مشروع لاي لاعب، النادي الاهلي بيساعد في القصه دي اكيد في الموضوع ده، اكيد بيساعد في الاعداد اللاعب ان هو يوصل للمرحله دي. اكيد بيساعد بشكل مباشر، هو بالذات اكيد بيساعدنا طبعا. احنا النهارده حاجزين الملعب في المركز الاولمبي، الامكانيات المتوفره فيه ما تبقاش موجوده في اي حته، حتى بالنسبه للادوات المستخدمه. بالنسبه للمرور ببطولات الجمهوريه، عندنا بطوله عربيه الشهر السنه الجايه ان شاء الله شهر 4، دي كل دي مراحل لوصولهم للمستويات اللي احنا بنأملها. المساعدات اكيد بنحاول نوفر الجيم على قد يعني عناصر التدريب، النادي اكيد اداره النادي بتوفرها الشطره دي. طبعا اكيد دي حاجه يعني اكيد يعني احنا مركز زومبي افضل مكان لاي حته في للعيبه العاب قوه في مصر. احنا الحمد لله تدريباتنا هناك بصفه يوميه. كابتن ياسر حققنا كام ميداليه تقريبا؟ اللهم لا حسد في البدايه، تقريبا يعني تقريبا لا بسم الله ما شاء الله يعني اللهم لا حسد. اللهم لا حسد. لا ليه، احنا في الدرجه الاولى بنيين الحمد لله 9 ميداليات، وفي ايفنتين لسه ان شاء الله هيتلعبوا الجمعه الجايه ب 11 البنات 12 ميداليه ذهبيه. ذهب بس؟ ما شاء الله. عمر انت بتقول علينا يعني في فضه وبرونز وكده تاني؟ عارف في فضه وبرونز دول بيضافوا للمجموع. احنا جرد في كاس مصر زي البطولات الاولمبيه بيتحط ميداليات السيدات على الرجال، ويبقى النادي الاهلي الحمد لله بعدد ميداليات نكاد نكون الحمد لله يعني فارقين قريب من الضعف الحمد لله من اي منافس. ومع وجود الحمد لله مش عايز اقول الصعوبات، لا موجوده المنافسه القويه اللي موجوده من هيئات كثيره وانديه كثير بتسعى ان هي تقرب للنادي الاهلي وتفوز عليه في بعض المراحل. الوقت جري بسرعه بس انا كنت نفسي اقعد اكتر، بس ده وقت محكومين بيه. عايزك تقولي كلمه اخيره لجمهور النادي الاهلي. اللهم ميرسي بجد، لان النادي او عايز اذكر النادي، النادي الاهلي ان هو بجد بيوفر لنا حاجات كتير، يعني او ممكن يكون الفريق الاداري بتاعنا هو اللي بيوفر لنا حاجات كتير. بصي اكيد المنظومه النادي الاهلي بتشتغل من مجلس اداره لغايه فريق اداري نشاط رياضي بالظبط، يبقى الجهاز الاداري للنادي، الجهاز الاداري بالظبط بيوفر لنا حاجات كتير. هو ممكن ما تكونش اللي هي الليفل كويس، بس هم على حسب الامكانيات او حسب برضو العاب الكوره الاعداد فيها كبيره جدا عن بقيه الالعاب، لان احنا ايفنتات كتيره جدا.
فاحنا بنحاول نوفر على قد ما نقدر، واتمنى ان نفضل نادي زي يعني الخطوات اللي مشينا عليها الماتشات اللي فاتت، لان بجد عمري ما شفت النادي متماسك جدا زي الماتشات اللي فاتت دي خالص. تقول ايه يا عمر لجمهور النادي الاهلي بقى كلمتين كده تجيبهم الملعب؟ عايزك تجيبهم الملعب. طبعا نتمنى ان هم يجوا الملعب ويشجعونا، ويعني يكون في سبوت على الالعاب الفرديه زي الالعاب الجماعيه طبعا، ويعني يشجعونا كده الفتره اللي جايه دي ان شاء الله. وانا بشجعك وبقول لك ان شاء الله باذن الله كده مزيدا متعلق انت وكابتن اسراء. بشكركم جدا جدا ان كنتوا معايا النهارده، وسعيد بالارقام اللي بتحطموها. كابتن ياسر داوود رئيس جهاز العاب القوه في النادي الاهلي، بشكر حضرتك. وفي نهايه حلقتنا بنقول لكل جماهيرنا انتظرونا كل يوم من السبت للخميس من 7 ل 10 في الاهلي الليله. شكرا والى اللقاء.